السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهور إيبكس بالعربي الحبيب، أهلا فيكم في الحلقة رقم 8 من إيبكس بالعربي. اليوم عندنا ضيف مميز جدا، الدكتور محمد هلال. سؤال بس على السريع، أنت دكتور في إيش يا دكتور محمد؟ بس عشان الجمهور يعرف. أستاذ سليم، أنا أصلا طبيب جراحة أوعية دموية. ما شاء الله. واحد بس حاليا مدير النظم الصحيه، صح؟ ففي نقله نوعيه بالضبط. اهلا وسهلا بك، واهلا وسهلا بكل ضيوفنا الكرام. يعني الله يحفظك. اليوم حلقه غير عاديه بصراحه. احنا اليوم حنتكلم عن اوراكل ايبكس وتطوير النظم الحيويه، نتكلم عن تحدي الثبات، تحدي الاعتماديه. عدد مش بسيط من المستخدمين، الاف من المستخدمين، اكثر من 5 سنوات النظام شغال، ملايين الزيارات كل يوم. دكتور محمد حيورينا كيف بنوا هذا النظام. الموضوع يا جماعة مش بس إيبكس، في أشياء كمان حوالين الإيبكس، في الهيكلية، في الأدوات، في المتابعة، في التطوير، في فهم النظام اللي أنت بتطوره. دكتور محمد مدير نظم معلومات الصحية في مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز البحرين لعلاج الأورام، حاب أشكرك على وجودك معنا اليوم. الله يخليك، شكرا. أنا متشكر أنك دوتوني الفرصة أن أتواصل مع الزملاء في الكوميونتي بتاع إيبكس، لأن دي فرصة مميزة لنا أن احنا نتبادل الخبرات. يعني بالضبط، وهذا اللي بيميز أوراكل إيبكس، الكوميونتي ومجتمع إيبكس مختلف عن أي مجتمع لأي أداة تطوير في العالم. وعلى فكرة بالتشارك بين أوراكل ومستشفى الملك حمد الجامعي احنا قدرنا نحصل على قصة نجاح موجودة على البيتلي لينك اللي موجود قدامكم. لو حابين ممكن تروحوا تشوفوا الكيو آر كود، تزوروا وتشوفوا كيف قصة نجاح وكيف مستشفى الملك حمد الجامعي قدر أنه يبني هذا السيستم باستخدام إيبكس، السيستم أو النظام الحيوي. بس قبل ما نغوص شوية في المقدمة، حاب أشكر مديري وأخوي الكبير والأب الروحي للإيبكس جول كولمان، اللي توفى من فترة بسيطة يوم 25/5 بسبب كوفيد-19. جول إنسان غير عادي. الناس اللي بتعرف جول، أنا على مستوى شخصي جول ساعدني مش بس كفريق كجزء من فريق الإيبكس، لا، حتى على مستوى شخصي، وأظن أنه ساعد كتير ناس. في كتير ناس سألتني بعد وفاة جول شو حيصير في الإيبكس، جول راح، مين بعده، مين حيخلف، شو كيف النظام، هل هيأثر عليكم مش هيأثر عليكم؟ أكيد هيأثر، شو طبيعي، حنكذب لو قلنا أنه مش هيأثر، بالذات أنه هو إنسان مش عادي زي ما قلنا. لكن إذا أنت من محبين جول، إذا أنت بتعرفه سواء على مستوى شخصي أو على مستوى احترافي، أفضل شيء أنت ممكن تسويه اليوم أنك تكمل رسالة جول، الرسالة اللي بدأها بإنشاء أفضل نظام منخفض شفرة في العالم. في عندنا موقع عملناه لجول apex.oracle.com/jol، ممكن تروح عليه تشارك ذكرياتك، لو عندك في صور ممكن تحطها، تشوف الناس كيف كانت تتكلم عن هذا الشخص العظيم. أتمنى تشوفه. جزء من اللي جول قال لي إياه قبل ما يتوفى، واحدة من أفضل الرحلات، أنا كان عندي، كنت سعيد الحظ صراحة أني سافرت معه أكثر من مكان، بس أكثر رحلة مميزة كانت رحلتي معه لكينيا نيروبي. هناك سألته سؤال، جول شو هدفك في الحياة؟ كان جوابه أني أخلي حياة الناس أفضل. جول وإيبكس مش شخص ومنتج، هي فكرة، الفكرة هاي مزروعة في فكر وقلوب ملايين المبرمجين في العالم اليوم. الفكرة هذه بدأها جول من زمان واستمر عليها وجاهد وتعب. بفضل فريق إيبكس، جول مش وحيد في الفريق، الفريق ضخم. اليوم إحنا عندنا أكبر عدد للمبرمجين ولفريق إيبكس في التاريخ، انضم لنا عباقرة الإيبكس العالم، عيننا ناس كتير. الإيبكس مش رايح أي مكان يا جماعة، الإيبكس موجود ورايح للأفضل. واليوم واحدة من الأشياء اللي حنشوفها إنه كيف ناس أخذت الإيبكس على مستوى بسيط وعلى جهاز يعني موجود عندهم، جهاز سيرفر بسيط، وقدروا يعملوا نظام حيوي صحي متكامل شغال بكفاءة عالية. واحدة من الأمثلة على نشاط جول وطاقته الغير عادية، واللي بصراحة هو يعني خلى التحدي لنا جدا كبير، وإحنا إن شاء الله نكون قد التحدي ونكمل المسيرة بنفس الروح،
انه كان يتابع كل رساله. واحده من الرسائل في يوم من الايام جول حط تغريده على تويتر انه احنا نقلنا apex.oracle.com على الاوراكل كلاود، على حوسبه السحابيه لاوراكل، واستخدمنا الستاندرد فيرتشوال ماشين، يعني مش جهاز كبير، وكان راك. الاخ محمد يونس اخذ التغريده وحطها بالفيسبوك وشاركها على الايجيبشن كوميونتي، الايبكس ايجيبشن كوميونتي او مجتمع ايبكس في مصر. بعد مشاركه محمد يونس بيوم واحد من نزول التغريده، الاخ محمد هلال مشكورا رد وقال الموضوع عادي، شيء طبيعي، احنا عارفين انه الايبكس اصلا تقدر تثق فيه وانه الاعتماديه والثبات تبعه عالي، احنا قاعدين نستخدمه في مستشفى في الملك محمد الجامعي، وهذه هي التفاصيل. سيرفر واحد حتى ما عندنا راك، يعني الجماعه ما عندهم راك، وبرضه ملايين المشاهدات كل يوم. ومن هنا بدات البدايه، بدات حكايه حلقه اليوم. جول تابع الموضوع، سال الدكتور محمد كم سؤال وحطني منشن، وانا تواصلت مع الدكتور محمد، وخلال تقريبا اسبوع كنا مفكرين في القصه. دكتور صحيح تاخرنا شوي، يمكن لكان لانه اصداره الايبكس كانت قربت اللي هي 21.1، وبعدين وفاة جول اضطرينا نأخر مرة تانية، لكن هينا موجودين. فشكرا مرة تانية دكتور محمد على كل التفاصيل اللي شاركتنا إياها. هذه واحدة من السكرين شوتس اللي بعثت لنا إياها على السي بي يو تبعك واليوتيلايزيشن، استخدام السي بي يو عندكم في المستشفى. زي ما حكينا هو سيرفر واحد وحيد، وهذا نظام حيوي، يعني نظام مش لازم أصلا يكون داون أبدا. نحن نتكلم عن نظام لازم يكون شغال 24 ساعة كل يوم 7 أيام في الأسبوع على مدار العام. الرسالة الأخيرة للناس اللي ما بتعرف جول، اقرأ عنه واقرأ عن إيبكس. للناس اللي بتعرفه وتأثرت بوفاته، سوي جهدك إنك تكون مثل جول. هذا اللي بدي أحاول أسويه. وبصراحة شكر كبير لمجتمع إيبكس، لأنه بدون مجتمع إيبكس وبدون أشخاص زيكم وزي جول ما كان إيبكس وصل للمرحلة اللي هو فيها حاليا. شكرا لكم. دكتور محمد المايك معك، اتفضل ورجينا كيف بنيتوا نظام حيوي باستخدام الإيبكس باستخدام أدوات أخرى حوالين الإيبكس. شكرا. أنا متشكر جدا جدا ليك أخ سليم، ومتشكر جدا will always be في دين مستر جول الله يرحمه. الحقيقة ما فدناش بس بايبكس، فدنا كمان حتى في قصة النجاح، وكان داعم وراعي أساسي لمجهوداتنا سواء في نشر قصة النجاح أو التواصل معكم في إعداد هذه الحلقة أو الدعم اللي لا يتوقف في دعم الكوميونتي أو المجتمع بتاع ايبكس. الحقيقة التول مميزة بشكل يصعب التعبير عنه. ايبكس كتول في رأيي الشخصي ملهاش منافس، والحقيقة أن هي مش بس كانت أداة مهمة في التطوير، كانت أداة أساسية وفاعلة، ولا أجد لها منافس على الساحة التقنية بنفس حجم الوظائف والقدرة والفعالية. النهاردة إن شاء الله البرزنتيشن بتاعتنا هنتكلم عن تجربة مستشفى ملك حمد في إنشاء نظام صحي متكامل. مستشفى ملك حمد اللي ما يعرفهاش هي مستشفى كبيرة جداً، أو مستشفى يعني نعتبرها مستشفى مستوى الثاني أو الثالث من الخدمة أو الرعاية الصحية. هي تتلقى الحالات اللي هي الخطرة أو المعقدة التي لا يقدر عليها الأطباء العاديين. فالطلبات بالنسبة طلبات المستشفى بالنظام الصحي طلبات متقدمة جدا، وكان يجب أن النظام اللي احنا نبنيه يتكافأ مع طلبات هذه المستشفى. فالحقيقة التحدي كان كبير، بس احنا كان عندنا secret weapon أو سلاح سري في مقارنة بكل الأنظمة المنافسة أو الشركات المنافسة. السلاح السري ده طبعا هو إيبكس. فالحقيقة أننا الحمد لله مقتنع تماما أن زكاة المال بعض المال، إنما زكاة العلم هي كل العلم. طالما ربنا أكرمنا وتعلمنا شيء وفدنا به حد، فواجب علينا أن احنا ننقل هذه التجربة للإخوة المشاركين والزملاء في مجتمع الإيبكس وفي المنطقة العربية كلها. فالنهاردة بإذن الله أتمنى أن احنا نقدم برزنتيشن مفيدة، هنتكلم على أكثر من موضوع، وإن شاء الله بإذن الله المواضيع تكون مفيدة للحضور، وإن شاء الله تفتح أبواب للناس اللي عايزة تعمل سيستمز
حيويه سواء كانت هيلث كير او غير هيلث كير. بس تنويه بسيط لاي حد عنده سؤال يا جماعه، طبعا كما تعودنا قسم الكيو ان اي ان شاء الله نحاول نرد على اسئلتكم كلها قدر الامكان. تفضل دكتور. شكرا. طيب اهداف الحلقه قبل ما نبتدي، احنا محتاجين نعمل تقييم موضوعي لكفاءه ايبكس. طبعا ايبكس له منافسين في الماركت، او يعني يقال عليهم منافسين في الماركت، فاحنا محتاجين ندي تقييم موضوعي للكفاءه سواء التطويريه او التشغيليه للبرمجات او النظم المعموله بايبكس. ثاني حاجه نتكلم على توثيق للدروس المستفاده بعد 5 سنين. الحقيقه النظام بتاعنا شغال بشكل 24/7 زي ما قال اخ سليم بقاله 5 سنوات. الحقيقه ان احنا قربنا على السنه السادسه، والمستشفيات احد البيئات التي لا يمكن ان يعني تخبئ فيها اذا كان فيها مشكله، اذا كان في مشكله بتظهر فورا. وحجم السماحيه او تقبل مشاكل في النظام قليل جدا جدا اذا كان في مشكله تظهر فورا. فعموما المؤسسات الصحيه تعتبر احد انواع المؤسسات اللي بتختبر جوده النظام فوق ما تتخيل. اخر حاجه احنا هنديكم مقترحات واضحه عن التصميم خلال دروس، مجموعه من الدروس حوالي 7 نقط مهمه في رايي الشخصي في تقييمي الشخصي هم احد يعني مجموعة من أهم العناصر التي يجب مراعاتها عند تصميم النظام يعتبر ميشن كريتيكال. هنبتدي دلوقتي البرزنتيشن، بس قبل ما أبدأ البرزنتيشن أو المحتوى البرزنتيشن اسمحوا لي هعتذر مقدما عن شيء. أول شيء احنا طبعا مدة البرزنتيشن 1:30، وده لا يكفي إطلاقا ان احنا نتكلم عن كل الموضوعات اللي عايزين نتكلم عليها بإسهاب، فاحنا هنحاول ان احنا نعطي رؤوس أقلام نذكر إيه التحديات الدوافع وراء التصميم، بحيث أن الأشخاص اللي يجوا بعدنا أو يحاولوا يعملوا أنظمة تتشارك معنا في الأهداف أو التحديات يبقى عندهم ما يبدأوا به. إن شاء الله بإذن الله أنا هشير الكونتاكس بتاعتي لو حد حب يتواصل معايا أو من خلال أستاذ سليم، أنا طبعا حاضر في أي مساعدة أو أي شيء. تاني اعتذار أن أنا مضطر للأسف عشان الموضوع تكنيكال جدا، فإحنا نتكلم ما بين عربي وانجليزي وبالذات في المصطلحات التقنيه، فاسمحوا لي بدا هحاول قد ما اقدر ان انا اخلي البرزنتيشن بالعربي او العرض التقديمي بالعربي، انما لو عشان نلحق بس الوقت ونديكوا اكثر قدر من المحتوى هضطر ان انا استخدم انجليزي شويه. طيب بالنسبه لمحتوى الحلقه احنا هنتكلم اساسا على 4 محاور. اول حاجه يعني ايه نظم حيويه، علشان اللي بيتفرج علينا يبقى فاهم احنا بنتكلم على نوع من النظم شكله عامل ازاي او تحدياته عامل ازاي. تاني حاجه نتكلم عن نظم المعلومات الصحيه بالذات او الهيلث انفورميشن سيستم. طبعا النظم المعلومات الحيويه هي الميشن كريتيكال ابلكيشنز. نظم المعلومات الصحيه كمثال من النظم الحيويه او نظم المعلومات الحيويه زي ما قلنا خطير جدا ويتوقع منه قدر عالي جدا من الكفاءه والسرعه والاستمراريه. ثالث نقطة نتكلم عليها ليه ايبكس، لان ده سؤال قد ما تجاوب عليه مازال بيطرح ومازال في ناس كتير عندها تشكيك في جودة ايبكس. احنا كمثال واضح وصريح، احنا كمثال وقصة نجاح واضحة للايبكس والتكنولوجي بتاعت اوراكل. واخر حاجة نتكلم على التحديات الهيكلية او طريقة منظمة بس في شرح التحديات الاركيتكتشرال او الهيكلية للنظام من خلال الوصف الطبيعي الاركيتكتشر، نتكلم على الدروس المستفادة في هذه التحديات. خلونا نتكلم يعني ايه ميشن كريتيكال ابلكيشن. ميشن كريتيكال ابلكيشن او نظام معلومات حيوي هو نظام يعتمد عليه في 3 خواص. اول حاجه لازم يكون اهميته جوهريه بالنسبه للمؤسسه التي يعمل فيها لتحقيق الاهداف الرئيسيه لهذه المؤسسه. ثاني حاجه يجب ان يكون الاعتماد عليه اعتماد شبه كلي علشان نسير اجراءات العمل بشكل فعال ومرضي، مش بس كبرفورمانس وكمان الاوتكم او المحصله تطبيق استخدام هذا النظام يجب ان تكون مرضيه بالنسبه للمستخدمين. ثالث حاجه وده سؤال سهل جدا لو جاوبنا عليه بنعم فبالتاكيد النظام اللي نتكلم عليه هو نظام ميشن كريتيكال، اللي هو مقدار التاثر لبيئه العمل اذا حدث تاثر للنظام اللي بنتكلم عليه. يعني مثلا النظام اللي بنتكلم عليه اللي هنتكلم عليه كمان شويه اسمه هوب، إذا حصل فيه أي نوع من أنواع الـ disruption أو down time بالتأكيد المستشفى بالكامل بتتأثر. فده طبعا يمثل كنموذج للأنظمة مش بس الـ mission critical، ده يعني life saving و life critical to the patients that we see، المرضى اللي احنا بنقابلهم. ف
بالتأكيد احنا النظام الحيوي اللي احنا بنتكلم النظام اللي بنتكلم عليه النهارده هو يحقق الثلاث شروط، ومن هنا احنا بنتكلم على المعايير او الاهداف التي يجب توفرها وتحقيقها في النظام علشان تكافئ المتوقع من هذا النظام. قبل ما ندخل في التفاصيل بتاعه النظام هنتكلم على حاجه معينه، نقطه خلاف على طول الناس بتتشاكس فيها او بتختلفوا فيها، فانا احب ان انا هايلايت بسرعه اذكرها بسرعه. اول حاجه هي الخلاف الكلاسيكي ما بين فكره هي البنات اهم ولا البرنامج. احنا النهارده بنتكلم على ايبكس، وايبكس اداه تطوير برمجيات في الاساس، بس لو سالت اي حد مسؤول في اي مؤسسه حكوميه او مؤسسه كبيره هيكلمك ان البيانات تمثل بالنسبه له هي الجوهر والقيمه الاساسيه. فاحنا طبعا عارفين هرم البيانات، بنبدا بيانات داتا وبعدين معلومات انفورميشن وبعدين معرفه او نولج وبعدين الحكمه الوزدم. فخلينا نتكلم على ثلاثة اسبيكتس بسرعه او ثلاث اوجه بسرعه في ما بين النظم المعلومات سواء كان داتا او برنامج. فاول حاجه جوهر القيمه للمؤسسه، بلا شك المؤسسات الحيويه او الفاعله او الكبيره بالنسبه لها البيانات التشغيليه تمثل جوهر قيمه بالنسبه للمؤسسه، ويستمر دورها واهميتها للمؤسسه على تعاقب الانظمه المستخدمه. فمهم جدا 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 ان ايا كان النظام اللي احنا بنناه يحقق القيمه المرجوه منه للمؤسسه، ومنها الحفاظ على البيانات خلال كل المراحل اللي اتكلمنا عليها، وتقديمها بشكل فاعل ومستمر بغض النظر عن الفيرجن من السيستم اللي بنتكلم عليه. تاني حاجه العمر المتوقع لكليهما. احنا عارفين ان احنا كسوفت وير ديفلوبرز احنا بنعمل فيرجن وفيرجن وفيرجن من الابلكيشن، ممكن نغير التكنولوجي في يوم من الايام. في يوم من الايام كانت ناس بتعمل ابلكيشنز فوكس برو، وبعدين بقوا بيعملوه باوراكل فورمز، وبعدين النهارده بنعمل ابلكيشنز ايبكس، وتكنولوجيز كتير في النص. فالتكنولوجي بتاعه الابلكيشن في كل الحالات لها عمر، والفيرجن بتاع النظام اللي احنا بنميله عمر، بس العمر المتوقع للبيانات اهم بكتير جدا، ويجب ان ياخذ الاولويه القصوى في تصميمنا لنظم المعلومات. وعليه، فانا عايز اقول ان على فكره هو مفيش تنافس ما بين هل هو البرنامج ولا البيانات. لو فصلنا ما بين الاثنين، البيانات اللي اشتغل عليها البرنامج او البرنامج نفسه، انما الحقيقه ان في تعاضد كبير ما بين الاولويه النظام المعلوماتي والبيانات التي يقدم. قبل ما نتكلم على يعني تشكيل النظام او تكوين النظام، في مجموعه من المميزات الغير وظيفيه نون فانكشنال ريكويرمنتس للنظام الحالي. الثلاث عوامل مؤثره جدا في نجاح نظام الحيوي بالنسبه للمؤسسه، اول واحد هي الثبات او الروبستنس، قد ايه اقدار الاعتماديه على هذا النظام، وقد ايه النظام ده فعلا يحقق المطلوب منه من التواجد، وهنتكلم على ده بالتفصيل. تاني حاجه الاداء، ممكن نظام يكون متواجد بس اداؤه غير مرضي، يعطل سير العمل او لا يحقق المطلوب منه، ويمثل عنق زجاجه في تحقيق الاهداف المرجوه من المؤسسه. فالبرفورمانس او الاداء ده شيء مهم جدا. ثالث حاجة هي فكرة التوسعية، ودي شيء عادة بيكون تحدي في الأنظمة لما بتلاقي نجاح غير متوقع، إن إذا ما كانش النظام مبني بطريقة تسمح له بالتوسع والامتداد، فبعد فترة بنصل إلى حد إن إحنا نظام ناجح بس إحنا محتاجين نغير فيه أشياء جوهرية علشان نحقق التوسعة أو التوسعية السكيلابيليتي المطلوبة. فبرضو المعلومة اللي أكيد حضراتكم عارفينها، إن لو إحنا طبقنا هذه المعايير على إيبكس بالتأكيد هيحقق فيها امتياز بدرجة عالية جدا مقارنة بالتكنولوجيز المقابلة، وهنتكلم برضو عن الكلام ده ليه بالذات. طيب ابتدينا في أول نقطة، فكرة الثبات، عايزين نتكلم عنها بشكل موضوعي. فطبعا أكثر حضراتكم عارفين كلمة up time و down time، وكلمة 24/7 زي ما أستاذ سليم تفضل، أخونا سليم تفضل، كلمة إلى حد ما يعني إعلامية أكثر منها تقنية. فأنا عايز أحط رقم حقيقي، لو إحنا بنعمل نظام حيوي لازم نكون بنتكلم على تارجت حقيقي أو هدف حقيقي نلتزم به ونحققه خلال مدة زمنية أو خلال المدد الزمنية التي يحدث فيها قياس، وهنتكلم على القياس في مرحلة لاحقة. انما مثلا دي لو تاخدوا بالكم انا حاطط بس الجدول اللي بيسموه السكادجول اوف ناينز او التسعات، والتسعات دي احنا لازم نختار تارجت
مقبول من وجهة نظر البزنس علشان نحققه او يعني نستهدفه في بناء النظام. فبالنسبة لنا احنا بداية بنتكلم على هذا الرقم اللي هو 99.95، ودي الأرقام المقبولة في سواء كان تعديل في النظام ينتج عنه ان النظام غير متاح، او ان يحصل لا قدر الله شيء خارج عن إرادة النظام، ممكن يكون اسباب غريبه جدا، ممكن يكون اشياء لها علاقه بالداتا سنتر مثلا، شفنا مشاكل لها علاقه بالباور، شفنا مشاكل لها علاقه بالنظم التكييف المركزيه للداتا سنترز، فوارد ان يحصل فيه اوتج. بس احنا لما بنتكلم من وجهه نظر المستخدم يجب ان نحقق هدف يكافئ توقعات المستخدم بالنسبه للنظام. ف 99.95 معناها ان احنا مسموح لنا خلال الاسبوع بخمس دقائق تعطل، او خلال الشهر حوالي 21 دقيقه تعطل، خلال السنه حوالي 4 ساعات و 38% تعطل. النقطه المهمه ان الكلام ده يجب ان يشمل او يجب ان يعتبر فيه النوعين من التعطل، التوقف اللي هو البلاند، انا بعمل ابجريد في السيستم فمحتاج لاي سبب من الاسباب ان انا اوقف النظام مؤقتا، او ان بلاند لسبب خارج عن ارادتي تماما زي ما قلنا امداد كهربائي او تعطل حصل فلود حصل سيل، كل هذه الاشياء لازم يكون عندنا استراتيجيه واضحه، ولازم نفهم الاسباب التي قد تؤدي الى هذا التعطل ونحمي النظام ضدها. ولازم في كل الحالات يكون عندنا استراتيجيه واضحه، وغالبا كل المؤسسات المهمه والفاعله بيبقى عندها استراتيجيه مكتوبه وواضحه ومراجعه، وحصل عليها نوع من انواع التدقيق حتى بنسميه الدريل او التجربه. اذا حدث بنعمل تجربه، هل تعطل النظام، هل فعلا المؤسسه جاهزه ان هي تتعامل مع نظام في حال ان النظام مش اكسسبل او لا يمكن وصوله في اي وقت ولا لا. فلازم يكون في استراتيجيه واضحه للتعامل في كلا الحالتين. وبالنسبه للنقطه اللي بعد كده، ان جزء من الهيكليه اللي المسؤولين عنها في بنايه النظام لازم يكون في نظام الاحتياط او باك اب سيستم، سواء كان الباك اب ده يماثل النظام الاصلي، او ان النظام الاحتياط ده يسمح بالوصول للبيانات المهمه لتسيير العمل حتى في حاله عدم وجود النظام. في معلومتين مشهورين جدا او تو فاكتورز مشهورين جدا، هم الار بي او والار تي او. الار بي او اللي هي ريكفري بوينت اوبجكتيف وريكفري تايم اوبجكتيف، يعني احنا لو لا قدر الله حصل تعطل في النظام، ايه المسموح به ان احنا مثلا يحدث فقد للبيانات. يعني مثلا لو افترضنا ان انا دلوقتي تعطل النظام حالا، قد ايه من البيانات او قد ايه من الوقت ممكن اسمح به في البيانات التي تم جمعها خلال النظام لحد لحظه التوقف، ممكن اضحي بيها واقول ان ممكن البيانات دي ادخلها مره ثانيه او استرجعها بطريقه مختلفه. فبالنسبه للانظمه الصحيه طبعا الار بي او صفر، البيانات غير مسموح اطلاقا بان هي يحدث فيها فقد او ضياع او اتلاف. بالنسبه للار تي او، طيب اذا حصل لا قدر الله توقف في النظام، محتاج وقت قد ايه علشان استرجع النظام ده تاني واستخدمه في يرجع تاني لسير العمل كما متوقع من النظام. وزي ما قلت لحضراتكم احنا بنتكلم في افريج 5 دقائق تقريبا في الاسبوع، يمكن ده رقم سهل ان احنا نتذكره، 5 دقائق في الاسبوع لو لا قدر الله حصل فيه اوتج، فماكسيمم او الحد الاقصى للوقت المستغرق في ان احنا نسترجع النظام هو 5 دقائق. طيب بالنسبه احنا اتكلمنا دلوقتي على الثبات، بالنسبه للبرفورمانس فهنتكلم سريعا عن الاس ال ميتريكس او اللي هم السيرفيس ليفل اجريمنتس. في عدد المستخدمين النشطين لازم يكون في رقم واضح، وعدد الكونكرنسي او عدد المستخدمين النشطين في نفس الوقت لازم يكون واضح. بالنسبه في حالتنا احنا عندنا 5000 يوزر بيستخدموا النظام بشكل يومي وبشكل يمكن طول اليوم قاعدين على النظام. وفي حال لو اتكلمنا على التزامن حوالي 2000 يوزر في نفس الوقت. زمن الاستجابه في جوجل بتنشر دوريا المقبول من انظمه الويب، فهو عاده ما بيبقاش رقم واحد، بيبقى فيه متوسط. فالمتوسط بالنسبه للانظمه الحيويه ان يكون في متوسط التوزيع الطبيعي للريكوستس او الطلبات حوالي 82% من اجمالي عدد الطلبات بيتم تنفيذه في اقل من 500 ملي ثانيه، يعني اقل من نص ثانيه. اكتر من كده اليوزر بيبتدي يلاحظ، بيبتدي يبقى عنده نيجاتيف فيدباك او مؤشر سلبي على النظام.
تالت حاجه هي فكره ان حقيقي الاداء كويس وحقيقي النظام موجود، بس هل كل العمليات اللي بتتم بشكل ناجح ولا بيحصل فيها مشاكل؟ فنسبه عدديه احنا بنتكلم قد ايه من الترانزاكشنز بيحصل بشكل ناجح، واكتشاف الاخطاء بيتم وتعالجها في مده قد ايه. فاكثر من 99% 99.9% معدل النجاح الاخطاء اللي ممكن يوزر يعملها، الاخطاء اللي ممكن تحصل خلال النظام ويوزر يعرف عنها فورا ويحدثها في حدود 1%. طبعا ايبكس رائع في انه يساعدنا ان احنا نكتشف الاخطاء، وزي ما نتكلم على زي كده قدام بيساعدنا كمان ان احنا نحلها بشكل سريع جدا. فالمتوسط الوقت اللي احنا بنستغرقه في ان احنا نكتشف مشكله ايا كان حجمها صغيره او كبيره، متوسط ده يجب ان يقول، لازم برضه نكون متحفظين، لازم ان يقول اقل من 60 دقيقه. لو حد من اليوزرز عنده مشكله، احد اليوزرز يعني بنتكلم على ليفل 3 بروبلم، لازم اكون كفء في ان انا اكتشف سبب المشكله واحلها له وارجع له الوظيفه اللي هو متوقعها بشكل كامل خلال اقل متوسط 60 دقيقه. ثالث نقطه اتكلمنا هي النمو والتوسع، وفي نقطتين. معلش انا دكتور، انا عندي سؤال بيني وبينك. عندكم في مستشفى الملك حمد الجامعي، هل زمن الاستجابه او معدل نجاح المعاملات للنظام اللي انتم بنيتوه متطابق مع الارقام اللي انت حطيتها اللي هي 82%؟ افضل من الارقام دي، افضل من الارقام دي بشكل بس. احنا الحقيقه ان احنا لازم نكون متحفظين في الارقام اللي بنكمت عليها، وبناء عليه يكون لما نقيم اداء الاداره بالنسبه للمراجعين او بالنسبه للاداء السنوي لازم نقابل او نكون احسن من الاهداف المرجوه. بالنسبه لثالث نقطه في المعايير الغير فانكشنال او غير الوظيفيه، هي فكره السكيلابيليتي او التوسعيه، النمو والتوسع. فالناس عاده بتتكلم على السكيلابيليتي من منطلق التوسع، التوسعيه التشغيليه، ان انا لو حبيت ان انا دلوقتي عدد اليوزرز زاد وعايز ازود السيرفرز وعايز اكبر السيرفرز، وطبعا في قسمين او طريقتين. اهم حاجه واحنا بنعمل النظام ان احنا من اول يوم نبقى عارفين عندنا استراتيجيه واضحه ايه اللي هيحصل لو حبينا نتوسع، وطبعا الفريم ورك اللي هنستخدمه لازم يكون يسمح لنا بالتوسع بنوعين اللي هنذكرهم من اول يوم بشكل الى حد كبير مضمون. ففي نوعين من التوسع، التوسع الراسي اللي هو الفيرتيكال سكيلابيليتي، بمعنى صح ان انا اقدر اكبر لو انا عندي انفايرمنت واحده او بيئه واحده للتطبيق، ممكن اقدر اكبرها بشكل افقي، او يعني ازود عليها ريسورسز، ازود رام، ازود بروسيسورز، ازود ستورج، وفي نفس الوقت احقق التوسع المطلوب. في نفس الوقت في نوع ثاني هو التوسع الافقي، ان انا بدل ما يبقى عندي سيرفر واحد وانفايرمنت واحده، يبقى عندي اكتر من انفايرمنت ويتكاملوا يتعاونوا بحيث ان هم يكون مجموع سعتهم او قدرتهم مكافئ لي تقريبا مجموع قدرتهم المنفصلة على الأداء. وطبعا لازم يكون عندنا بالعصر الحالي، احنا لازم يكون عندنا بلان واضحة للانتجريشن مع او التواصل مع الحوسبة السحابية او الكلاود كومبيوتر. فده جزء من التوسعية. انما النهارده الحقيقة انا عايز اتكلم كمان على جزء مهم جدا، هو التوسعية البرمجية. يعني انا دلوقتي انا بعمل نظام، انا شفت الحمد لله انا خلال كارير اكتر من 20 سنة عملنا انظمة كتير جدا، وشفنا أنظمة بتنجح وشفنا أنظمة بتتعثر، وكان فيها أحد يعني مجموعة من العوامل يجب أن مراعاتها عشان نعمل نظام ينمو. التوسعية البرمجية ببساطة هي هل الطريقة اللي احنا بنبني بيها البرنامج أو النظام المعلوماتي قبل النمو، بحيث أن أنا في وقت من الأوقات أقدر أضيف وظائف مثلا، أقدر أضيف مثلا تعقيد في الوظائف نفسها، هل التكامل ما بين الوظائف دي والوظائف الأخرى في أنظمة تانية مسموح ولا في عقبات؟ هل أقدر أن أنا أقسم النظام لموديولز بحيث أن أنا أمانج أو أتحكم في الكومبلكسيتي أو التعقيد بتاع النظام ولا لا؟ فده جزء مهم جدا بالنسبة لي في الحكم على أي أداة زي ما بنتكلم. فالتوسعية البرمجية ده جزء برضو مهم في السكيلابيليتي. طبعا دلوقتي برضو بالنسبة للحوسبة السحابية، في الناس بتتكلم على المايكرو سيرفيس أركيتكتشر، وطبعا ممكن ده في حد ذاته يبقى برزنتيشن في يوم من الايام، انما برضو جزء مهم جدا ان احنا واحنا بنبني النظام يكون عندنا تصور، اذا حبينا ان احنا نبني نظام من اول يوم بشكل يسمح لنا الانتقال للمايكرو سيرفيس اركيتكتشر، هل انا بعمل شغل محتاج ان انا اغيره في يوم من الايام، ولا فعليا النظام يسمح لي او طريقه بناء النظام تسمح لي ان انا اتحول للمايكرو سيرفيس اركيتكتشر بسهوله.
طيب احنا كلمة نظم معلومات الحيوية، نظم معلومات الصحية سريعا. طبعا كتطبيق لنظم معلومات الصحية انا هتكلم على نظم الإدارية الصحية باختصار شديد. كل الأنظمة الصحية، كل الأنظمة الحيوية سواء كانت صحية او غيرها عادة بتبقى في واحد من ثلاث محاور، ياريت يكونوا الثلاثة. النظام بتاعنا الحقيقة بيحقق الثلاثة، ألا وهو المكون الإداري. مثلا في حالتنا تسجيل المرضى، أخذ المواعيد، إدخال المرضى، discharging patients، تحويلات المرضى وهكذا. فده مكون إداري. المكون الثاني هو المكون الصحي، وفي حالات البرمجيات الثانية لها علاقة بالأنظمة الثانية ممكن يكون مثلا له علاقة بالتصنيع أو بالأنظمة الإدارية والمراقبة وهكذا وهكذا. دي كلها مكونات تعتبر technical، أو في حالتنا احنا مكون صحي. مثلا الملفات الطبية، التمريض، الأشعة، التحاليل وخلافه. وفي المكون الثاني هو المكون المادي أو الاقتصادي. سواء بقى المكون الإداري والمكون الصحي أكيد لهم تبعات، سواء من ناحية التكلفة ومن ناحية الإدارات. فالنظام المتكامل يجب أن يحقق أهدافه من خلال الثلاث محاور دول، وده التقسيم الوظيفي بالنسبة للنظام. النظام الحقيقة اللي احنا بنيناه الحمد لله يحقق الثلاث أهداف، ويقدم خدمات في أساسية لسير المستشفى، ويمكن أقول نسبة استخدامه في المستشفى تتجاوز 99% بالنسبة لكل النظم المتاحة، ويخدم الثلاث محاور. أي شيء له علاقة بالمريض النظام بتاعنا اللي هو هوب اللي هنتكلم عليه يستخدم فيه. في تقسيم تاني، تقسيم تقني وتقسيم إداري. الحقيقة ما فيش وقت إن احنا نذكرهم، بس أنا حطيتهم إذا حد حب يبص عليهم. بالنسبة للأنظمة الصحية، الأنظمة الصحية الحقيقة إن فيهم تحدي خطير جدا، يمكن يعني نادر في بقية الأنظمة، إن في عدد مهول. أولا الأنظمة الصحية very heavily regulated، يعني عليها تدقيق غير طبيعي، سواء من ناحية الدقة والكفاءة والفعالية والخصوصية والأخر. وفي عدد مهول من الستاندردز أو المعايير التي يجب الالتزام بها، دون مجموعة من المعايير اللي احنا بنستخدمهم في نظامنا ويجب علينا تطبيقهم والتزام بهم. فيهم طبعا تقاطع، وفيهم ساعات بيكون فيهم حتى تقاطع وتطابق، وساعات بيكون فيهم اوفرلاب، ساعات بيكون فيهم كونفليكتس. فالحقيقة ان هم ده في حد ذاته تحدي. احنا دلوقتي خلصنا اول محورين في البرزنتيشن. ثالث محور هو ايبكس. ليه ايبكس في حد ذاته اداة تطوير؟ طبعا زي ما اخونا سليم تفضل، هو اداة تطوير منخفضة الشفرة أو low code development environment. فهذا احنا اخترناه عشان هو سهل ولا علشان في أسباب تانية؟ وده أنا حاطه في السكشن ده علشان حاول أجمع النقط التي بالنسبة لنا احنا تمثل عوامل مؤثرة في اختيار Apex، والحقيقة ان احنا الحمد لله استفدنا جدا من هذا الاختيار. قبل ما نتكلم عليهم، أنا معلش صورتين لطاف. واحد فيهم بتتكلم على الفريموركس في دنيا جافا سكريبت. الناس اللي شغالة جافا سكريبت أكيد عارفين الفريموركس دي. السلايد دي مشهورة جدا، بتتكلم على إن عدد الفريموركس التي يطلق عليها فريموركس في مثلا دنيا زي الجافا سكريبت يمكن تجاوز الحصر. كل أسبوعين في فريمورك جديد. فهل إحنا هدفنا وإحنا بنبني نظم حيوية ان احنا نبقى على البليدنج ايدج، كل شويه ما يحصل تغيير احنا كمان نتغير، كل شويه نكتشف ان احنا بنستخدم حاجه بقت عدد عفى عليها الزمن؟ وهل ده الوقت اللي المفروض ان احنا نضيع فيه، المفروض ان احنا نضيع وقت في قرارات من هذا النوع ولا لا؟ وتاني حاجه طبعا بالنسبه للتغير السريع ده، جدا في برضو ميم مشهور ان احنا الناس اللي شغاله جافا سكريبت كل 6 شهور تقريبا بيغيروا الفريم ورك والفرونت اند بتاعتهم عشان يحدثوا نفسهم للليتست فريمورك. دلوقتي هنجاوب على السؤال ليه ايبكس. هم اكتر من حوالي 5 اجابات، بس انا هحاول ان انا اكون برضو يعني سريع في سردهم عشان نتكلم على المحور او الجوهر الاساسي في البرزنتيشن. فاول حاجه ايبكس. ايبكس هو تول ديفلوبمنت، بس هو كاداه تطوير. انا في رايي الشخصي خلال السنين الخبره انا بدور على 4 اشياء مهمة علشان نقدر ان احنا نحكم على الأداة دي مناسبة غير مناسبة. انا بسميها رباعية الاختيار في الأداة المستخدمة. فالرباعية دي باختصار ايه؟ اول حاجة ان الأداة اللي احنا نستخدمها في التطوير او في البرمجة يجب ان تكافئ مستوى المشكلة. لو انا بعمل Data Centric Application هدفه الاساسي تدخيل البيانات والحفاظ عليها، يجب ان انا اكون المجهود اللي ببذله متكافئ مع اللي يهم البيزنس يوزر. مش ان انا اكون مثلا زي فريموركس شهيره
ممكن كل الفريم وركس موجوده على الساحه، جافا، دوت نت، بايثون، نود، روبي اون ريلز، كل الانظمه المكافئه، انت بتقضي جزء كبير من الوقت كديفلوبر انك تظبط الفريم ورك علشان بس يوصل انك تقدر تستخدمه. في حين ان ايبكس ده شيء جاهز من اول لحظه بتشتغل بايبكس، فلازم يكون مكافئ لمستوى المشكله. ان انا اضيع وقتي في ان انا كونفيجر فريم ورك ده شيء يعتبر ضياع وقت اهدار للوقت. ايبكس الحقيقه لا يعاني من هذه المشكله اطلاقا. تاني حاجه ان انا اللي احنا بنعمله كديفلوبرز، احنا بيبقى عندنا مجموعه كبيره من المتطلبات، المتطلبات دي تتفاوت في التعقيد والصعوبه، فلازم يكون نوع المتطلبات السهل البسيط، النظام او التول اللي استخدمها لازم تديني طريقه سهله جدا في ان انا احققها. مش معنى ان انا عايز اعمل كراد سكرين ولا عايز اعمل سامبل ريبورت ان انا اعتبر ده مجهود كبير وياخد مني وقت كل ما بعمله. هتشوفوا دلوقتي احنا عندنا ما شاء الله عدد السكرينز في النظام بتاعت اليوزرز تجاوز ال 4000. فلو انا كل سكرين بتعب فيها عشان اعملها، بالتاكيد التول دي غير كفئه في تحقيق الاهداف. ثالث حاجه احنا قلنا في مشاكل بسيطه، النقيض بقى في ساعات بتكون مشاكل معقده جدا، لازم الاداء اللي استخدمها في التطوير لازم تمكنني بلا عوائق تذكر في ان انا احقق المشكلات المعقده او احل المشكلات المعقده. فبرضو ايبكس الحقيقه ان هو لا يفرض عليك انك لازم تشتغل بايبكس وبس، لازم ممكن تقدر انك تستخدمه بالتعاون مع الادوات الاخرى في انك تحقق حلول واضحه وسهله وعمليه للمشكلات المعقده. اخر حاجه هي فكره التجانس مع الادوات الاخرى، زي ما كنا بنقول دلوقتي حالا ان عاده الديفلوبمنت بيكون معتمد على اكثر من اداه في نفس الوقت. ايبكس بيغطي اكتر من 95% من اليوز كيسز اللي احنا عملنا في الديفلوبرز، بس في 5% من الكيسز انا محتاج استخدم تول ثانيه او لايبراري ثانيه اوراكل داز نوت بروفايد، اوراكل ما بتديهالناش، فلازم يكون ايبكس ما يمنعنيش ان انا استخدم اداه ثانيه، او ما صح يساعدني في ان انا استخدم او امد او اكستند الديفلوبمنت تول في بادوات ثانيه. فالحقيقه لو احنا حققنا الاربع، لو سالنا نفسنا على معظم الادوات الموجوده في الساحه، ايبكس ارجع تاني واقول تقريبا ملوش مقارنه. في حاجه تانية سريعا، الادوات اللي على الساحه اللي فيها تكامل افق، يعني مين في الاندستري عنده اوبريتنج سيستم وعنده هاردوير وعنده داتابيز وعنده فريم ورك ديفلوبمنت وعنده ابلكيشن سيرفر وعنده ويب سيرفر زي اوراكل، برضو قليلين جدا. وعليه ان المجهود اللي بيبذل من الديفلوبرز علشان يعملوا نظام بايبكس بيكون اقل كتير جدا، والوقت المهدر اقل كتير جدا من بقيه الفريم وركس، لان التكامل ده مبني من اول لحظه في ايبكس. طبعا ايبكس في حد ذاته انا قلت لحضراتكم هو بالنسبه لنا يعتبر سيكريت ويبن او سلاح سري، لانه بيدعم الاجايل ديفلوبمنت مثلا، سريع جدا ان احنا نعمل حتى بروتوتايبس، سريع جدا ان احنا نطورها، سريع جدا ان احنا نحط منها اكثر من فيرجن ونعملها ابجريد وهكذا. طبعا ايبكس احنا بنتكلم النهارده ما شاء الله يمكن 17 سنه ان ديفلوبمنت، فا اتس فيري ستيبل، وطبعا مبني فوق اوراكل داتابيز اللي هي احسن ريليشنال داتابيز في العالم لاكثر من 20 سنه، واكثر من 80% من الماركت كنترول باي اوراكل. مجموعه ثانيه من الاسئله، اهداف يعني لماذا ايبكس برضو، ده يعني شيء انا عايز اتكلم عليه. دلوقتي احنا اتكلمنا عن ان احنا بنكتب كديفلوبرز بنكتب كود، لو احنا بصينا الكود اللي احنا بنكتبه، نسبه قد ايه من الكود اللي احنا بنكتبه تمثل قيمه مضافه للنظام للبزنس، وقد ايه من الكود اللي احنا بنكتبه ما هو الا كود هدفه الاساسي تقني علشان النظام يشتغل. يعني مثلا لو احنا قارنا مثلا بدنيا الجافا، هايبرنيت كونفيجريشن وسبرينج كونفيجريشن وديبلويمنت ديسكريبتورز والاخر، كل الكلام ده هو كود او كونفيجريشن احنا بنعملها كديفلوبرز بلا قيمه حقيقيه للبزنس، لا تمثل شيء بالنسبه للبزنس، هي بس شيء مهم علشان الابلكيشن كفريم ورك يشتغل. في حين ان ايبكس نسبه هذا الكود الذي لا يحقق هدف او قيمه للمؤسسه تكاد تكون صفر، وده شيء برضو مميز جدا. فلما الناس بتتكلم على لو كود بلاتفورم، انا بحس ان الناس بتبص للجزء الاسبكت او يعني الجزء الغير مهم بالنسبه لي انا شخصيا في التول، اللي هو مش قد ايه حجم الكود، لان ساعات ممكن الكود يكون كتير بس مهم، واهميه الكود اللي بيتكتب قد ايه.
في ايبكس الكود اللي بيكتب تقريبا بالكامل بيكون له بزنس فاليو. في بقيه التولز انا قلت لحضراتكم انا رايي الشخصي انه ده غير مفيش مقارنه عادله ما بينه وما بين بقيه التولز. ايبكس بالتاكيد هيكسب. نفس الكلام بقول لحضراتكم عليه انه متكامل بلا جهد ضائع. انت اول ما بتعمل انستول داتابيز اوراكل وتنستول عليه ايبكس انت بتاخد مجموعه من الفريم وركس. انا بقول انه ايبكس عباره عن فريم ورك اوف فريم وركس بيخليك productive من اول لحظه بعد الانستليشن بدون اي نوع من انواع المجهود الضائع. ثالث حاجه ودي اخر حاجه اتكلم عليها هي فكره الفعاليه في كل مرحله، الا وهي ان ايبكس فيه تولز كتير بتخليك تبتدي بسرعه، بس اول ما تبتدي الدنيا تتعقد تبص تلاقي التول ما بقتش بنفس الكفاءه. الحقيقه ان ايبكس بيخليك تعمل البروتوتايب بسرعه جدا وتطلع اول اصدار من الابلكيشن بسرعه جدا، ولما الابلكيشن يوصل لحدود النضج او الماتيوريتي برضه بسرعه جدا. حبيت تضيف وتعقد في النظام وتضيف عليه وظائف جديده ما زال برضه متاح. وفي نفس الوقت ده شيء مهم جدا في البيئات الحيويه هي فكره الدعم والاستقرار. الحقيقه ان احنا اوراكل كشركه كبيره بتدعم ايبكس throughout the entire layers. يعني احنا بنتكلم لما يكون عندي مشكله انا شغال على سيرفر اوراكل على داتابيس اوراكل على اوبريتنج سيستم اوراكل على ايبكس اوراكل انا مش محتاج ان انا اتكلم اكتر من جهه عشان تدعمني، لان الدعم ده شيء اكيد هنحتاجه لو انت بتتكلم عن نظام حيوي وفاعل. احنا دلوقتي اتكلمنا جاوبنا على ثلاث سؤال اللي هو ليه ايبكس. هنبتدي نتكلم دلوقتي بقى على هوب وتجربتنا معه. هوب هو ترجمه كلمه هوب بالانجليزي يعني هيلث كير اوبريتنج انفايرمنت، او بالعربي الامل او البيئه التشغيليه للمؤسسات الصحيه. انا هديكم شويه ارقام عن هوب سريعا. هوب الحقيقه النهارده ما شاء الله في اليوم الواحد اكتر من 8 مليون هيت على السيرفر. احنا قلنا في الثريد اللي الناس شافته على الفيسبوك بنتكلم في 4-5 مليون. الحقيقه ان هو الرقم الحقيقي حوالي 8 مليون هنتكلم عليهم بالتفصيل. حوالي 5000 مستخدم، احنا بقى لنا 6 سنوات عمر النظام. عدد السيشنز يوميا حوالي 10,000 سيشن. عملنا قيمه تقديريه للنظام ما تم توفيره بانتاج النظام داخليا مقارنه بالانظمه لو كنا اشترينا نظام كوميرشال. فدي تقديرات حقيقيه مبنيه على قيم عقود الحمد لله تم الاستغناء عنها. حوالي 27 مليون دولار، ده رقم طبعا كبير جدا، حوالي 9 مليون دينار. الإتاحة السنوية قلت لكم الهدف المستهدف بالنسبة لنا 99.96، يعني خلال السنة مسموح لنا إن إحنا نعمل مثلاً مينتنس مدة 4 ساعات خلال كل السنة. السيستم اسمه هوب، إنفورميشن سيستم هوب، هو الحقيقة إن هو يتكون أكثر من 40 موديول، أنظمة كتير جداً. وإحنا بنتكلم على موديولز يونيك، يعني مش بنتكلم على تخصصات طبية، إحنا بنتكلم على وظائف يونيك، يعني مثلاً معمل، يعني مثلاً أشعة، يعني مثلاً العيادات الخارجية دي وظيفة، القوارئ دي وظيفة، الأنظمة الداخلية، العمليات، كل دي وظائف. فهو تقريبا النهاردة يتجاوز 40 موديول الحقيقة، وده طبعا حصل خلال الست سنوات اللي فاتوا، وعلى طول أكتف دفعت على طول بيحصل فيه تطوير مستمر. مستر جول كان سألني قال لي 8 مليون هت في اليوم. قلت له الحقيقة اللي بيوصل منهم للداتابيز، أنا الحقيقة أنا كنت قايل 4-5 مليون هت، 4-5 مليون هيد دول اللي بيوصلوا للداتابيس، اللي بيروحوا فعلا بيعدوا من الاور دي اس ويوصلوا للداتابيس. انما الحقيقه عدد الهيتس اليومي يتجاوز ال 8 مليون هيد. هو ريكو كان ده في سلايد كان شويه. بالنسبه للارقام برضو من ناحيه البزنس، احنا عدد خلال الست سنوات اللي فاتوا حصل اكثر من 1130 الف مريض تم ادخاله المستشفى، حوالي 530 الف حاله طوارئ، 1.8 مليون زياره للعيادات، 340 الف مريض مسجل. عدد شاشات النظام تجاوز ال 4000 شاشه. عدد التيبلز او الجداول الاصليه غير الفيوز والى اخره اكثر من 680 جدول. التيم بتاعنا يتكون من حوالي 12 ديفلوبر دلوقتي، وان شاء الله في تطور وفي ازدياد. مثلا احد التيبلز الشهيره اللي كل الناس بتستخدمها في السيستم مثلا كمثال، مثلا الاشياء النتائج التحاليل عدد الريكورد فيها تجاوز ال 50 مليون ريكورد، ودول ممكن نأكسس أي واحد فيهم في أي وقت. فبلا شك هو نظام الحمد لله قادر وكيبابل وأساسي في الاعتماد عليه في المستشفى. طيب
طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على اربع اهداف الرئيسيه، وجه الوقت اللي اظن الناس اللي بتتفرج علينا محتاجه ان هي يعني هدفها الاساسي انها تحضر انها تشوف هذا الجزء، الا وهو ازاي احنا تعاملنا مع المشاكل المعماريه او التحديات المعماريه او الاركيتكتشرال ايشوز في البرنامج في انتاج البرنامج، ومقترحاتنا في ما يخص لو احنا هنعمل لو اي حد من حضراتكم بيعمل نظام سواء في الصحي او غيره، ايه هي التحديات اللي يتوقعها ويستعد لها، وايه الحلول اللي احنا اكتشفناها خلال السنين. اول حاجه قبل ما نتكلم على التحديات، في طريقه مستقره لوصف الاركيتكتشر هي ان هي مستمده من توجاف والفريم وركس بتاعه الانتربرايز اركيتكتشر، تتكلم باختصار على اربع او خمس مراحل، بدايتهم من البدايه هي الاجراءات والمعاملات او البيزنس اركيتكتشر، وبعديها البيانات والمعلومات انفورميشن اركيتكتشر، وبعديها البرمجيات والتطبيقات السيست ابلكيشن اركيتكتشر، وبعدين التكنولوجي وما تحتها اللي هي البنيه التحتيه او السيستم اركيتكتشر، ويضاف عليها طبعا امن المعلومات كسكيورتي اركيتكتشر. انا اظن ان في سؤال، ما اعرفش الاخ سليم اذا كنت تحب ان احنا نشوف السؤال او والله افضل نشوف السؤال. في واحد سال، هو سؤال بالانجليزي بس ممكن ترجمه ان شاء الله. Do you proceed project by level or by app؟ يعني لما بتستخدم لما بتعمل مشروع هل بيكون بالمستوى ولا بتبدا بالتطبيق تطبيق تطبيق؟ الحقيقه الاجابه معقده جدا، يعني انا ما اقدرش اقول لك اجابه واحده كابروش، لان مثلا لو احنا حطينا النظام وحطيته دايجرام بالهوب، احنا عندنا جزء يمثل كور او نواه اساسيه في النظام، النواه دي بدونها النظام لا يمكن استخدامه اصلا. النواه دي تمثل مجموعه من الوظائف التي تعتبر وظائف اساسيه عشان بس يبقى اسمه نظام معلومات صحيه، زي مثلا السكيورتي، زي مثلا الستراكشر بتاع المستشفى اللي بيسموه الفيزيكال والفانكشنال ستراكشر او الهيكليه الماديه والوظيفيه للمستشفى، تسجيل المرضى، المواعيد، كل الحاجات دي تعتبر اشياء اساسيه. الحقيقه ان عدد المودولز يعني بيزيد باضطراد، وخلال السنوات بيزداد مش بس عدد المودولز وتعقيد كل مودول. وبالتأكيد ده شيء مش هيبقى يونيك للحالة بتاعتنا، هيبقى برضو متكرر في أنظمتنا. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على الاركيتكتشر، وخلينا نقول مجموعة من الأهداف. احنا دلوقتي نبتدي ناخد decisions أو يعني هنديكم مقترحات عن الاركيتكتشر. في وجهة نظري هم دول الأربع key factors في الاركيتكتشر اللي لازم نحطهم نصب عينينا وإحنا بناخد قرارات اركيتكتشر. أول حاجة البساطة، لان سهل جدا نعمل حاجه بيسموها اوفر انجينيرد او تم هندستها زياده عن المطلوب، يبقى صعب جدا التعديل فيها، صعب جدا المينتنس بتاعها او دعمها. تاني حاجه البساطه زي ما اتكلمنا عليها، تالت حاجه الاداء، رابع حاجه الا وهي التسعير. فبالنسبه للبساطه طبعا افضل حلول ابسطها، يا ريت يكون النظام ممكن يتحل بابسط شكل ممكن من الاركيتكتشر. في اغلب الاحيان بيكون في بالانس او بيكون في توازن ما بين تعقيد الاركيتكتشر اللي هنعمله او الهيكليه اللي بنعملها والاهداف المرجوه. لازم يكون في بسيط، يعني لازم يكون في نقطه توازن ما بين البساطه والبساطه المخله، يعني البساطه مقبوله في حدود بشكل يسمح لنا بان احنا نحقق باقي الاهداف. بتسهل علينا طبعا اكتشاف واصلاح المشكلات، بترشد موارد النظام، وبالتالي بتقلل تكلفة البناء والترقية، وتساعدنا في ان احنا نحتفظ بالنظام متاح وادائه عالي لاقصى فترة ممكنة. الثبات، النسبة الروبستنس، خلينا نتكلم على مجموعة من العوامل لازم ان احنا واحنا بنختار المكونات بالذات الاكتف كومبوننتس، لازم نتكلم على فيرجنز. اولا الكومبوننتس، ايه احسن كومبوننتس نستخدمها واحسن فيرجنز نقدر نستخدمها في بناء النظام، زي Apex وزي ORDS، زي مثلا Tomcat زي ما نتكلم، زي ما نتكلم على Apache زي ما نتكلم، وهكذا. تاني حاجة في التبادل، فكرة المراقبة والمتابعة والترقية Monitoring and Upgrading هيجي ذكرها بعدين، بس ده شيء مهم جدا ان احنا نتأكد بشكل مستمر وفاعل ونقيس ثبات النظام خلال المدة الزمنية. تالت حاجة فكرة إدارة الإعدادات، ودي طبعا topic كبير في حد ذاته، بس الفكرة الأساسية إن التغييرات في
هيكلية النظام يجب أن يتم الاحتفاظ بيها بشكل ثابت وآمن، علشان إذا حدث في وقت أحد التغييرات اللي أثر سلبا على النظام يمكننا استعادة النظام تاني لوضعه المستقر بأسرع وسيلة ممكنة. طبعا بنتكلم على الثبات، في جملة في مصطلح بيظهر بشكل متكرر هو الفيل أوفر، لا قدر الله حصل إخفاق، إيه هي العوامل التي يجب تحقيقها أو البروسيسز اللي يجب تحقيقها عشان نرتد أو نستعيد النظام من الإخفاق. ومع الفيل أوفر في معلومة أو كونسبت مشهورة ألا وهي الهاي افيلابيلتي أو التواجد العالي، يعني إن في أي وقت من الأوقات لو حصل فيلير من أحد الكومبوننتس أو أي أحد المكونات حصل فيه مشكلة، اليوزرز لا يتأثر والبزنس لا يتأثر خالص. طبعا برضو ديزاستر ريكفري لو حصل شيء بقى كارثي أثر على المؤسسة بشكل يعني لا يمكن حتى تصوره، مثلا فلود أو حريق أو أو أو، لازم يكون في بلان واضح للديزاستر ريكفري. بالنسبة للأداء طبعا يعني كل الناس فهمة معلومات أساسية عن الأداء، إنما أنا عايز أقول إن لازم الكومبوننتس كلها تكون حصل لها اوبتمايزيشن او تيونينج كويس جدا على مستوى كل اللايرز او الطبقات. لازم نختار احسن مكون لكل عمليه، وهنتكلم عن ده ان شاء الله بالتفصيل. لازم نقلل الهدر على كل المستويات، زي مثلا الليتنسي في النتورك، زي مثلا الويتس في حاله الداتابيس، زي مثلا الاوفر هيدز في حاله كل شيء خارج او داخل من النظام. وشيء بالنسبه للبرفورمانس، لازم يكون عندنا مقياس متكرر لمؤشرات الاداء ومراجعه الاعدادات بشكل مستمر علشان نكتشف المشاكل قبل ما تبتدي تأثر على البزنس سلبا. التوسعية زي ما اتكلمنا عليها، التوسع الرأسي والأفقي، واتكلمنا طبعا على التوسعات التطويرية. سريعا بالنسبة للنظم الصحية، احنا طبعا موضوع البزنس بروسيس مانجمنت ترند مشهور جدا، فإن احنا نبني النظام بناء على ان احنا نصمم العمليات الأساسية زي البزنس بروسيسز وورك فلوز في يعني طريقة سريان العمل والبزنس بروسيسز بشكل فيجوال. الحقيقة أن أنا عايز يعني طبعا النقاط كلها مهمة، أن الإجراءات في المؤسسة الصحية هي معقدة، في قوانين كتير جدا متغيرة دولية ومحلية، الخدمات نفسها دايناميك جدا وبيحصل فيها تغيير كتير وبيحصل حالات استثنائية كتير، لازم يكون في تكامل بيني داخليا يعني انتجريشن ما بين أجزاء النظام ومحليا مع الجهات المماثلة أو المكافأة للمؤسسة اللي احنا بنعمل فيها. كل دي تحديات في بناء أي نظام، وطبعا في ضغط على كل النظم بالنسبة للمرضى، لازم يكون في شفافية، جودة الخدمات لازم تكون عالية وخلافة. كل الكلام ده كلام مهم، أنا بس عايز أركز على نقطة مهمة جدا في فكرة البزنس بروسيس مانجمنت. إن الحقيقة أنا لي باك جراوند لها علاقة بالبزنس بروسيس مانجمنت، اشتغلت في مؤسسة كبيرة جدا عالميا، مالتي ناشونال كومباني، كانت بتعمل برودكتس مشهورة جدا في البزنس بروسيس مانجمنت. وخلال خبرتي خلال التعامل مع الكاستمرز بتوعنا بالنسبة للبزنس بروسيس مانجمنت، في معلومة كده ظهرت لنا، ألا وهي في حالة مثلا بيئة معقدة زي مستشفيات، إنك تدرك كل أبعاد البروسيس ده شيء صعب جدا 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 تحقيقه. وعليه لازم وإحنا بنعمل بزنس بروسيس جزء من النظام، ان احنا يكون اولا في قدر كافي من المرونه، ثانيا وده برضو شيء مهم، ان احنا في انواع من انواع البيزنس بروسيسز ما بيبقاش زي ما حضراتكم شايفين كده اكتيفيتي وراها اكتيفيتي وبعدين فيها ديسيجن والاخر. ساعات بيكون بيئه العمل تماثل النتورك اكتر منها كفلو بهذا المنظر. يعني مثال، يمكن مثال بسيط جدا انما انا على طول بستخدمه لانه فعلا مثال واضح. أغرب وسيلة للبزنس بروسيس أو الأوتوميشن اللي إحنا كنا بنستخدمها وإحنا شغالين بالنا هي الإيميلز. الإيميل كستاندرد موجود أظن آخر مراجعة حصلت له من 20 سنة، ويمكن كستاندرد موجود من 40 سنة، ومع ذلك كان نظامه مستقر جدا. ولو فكرتوا في أي نوع من أنواع الأوتوميشن تولز اللي إحنا بنعملها، هتلاقي لما الدنيا كلها بتقف بنستخدم الإيميلز. فالإيميل فيه جزء عبقري، ألا وهو ان الايميل بيسمح لك انك تعمل مجموعه من الاكشنز. يعني انت يجي لك ايميل تقدر ترد عليه او تعمله فورورد او فورورد تو اول والحاجات اللي زي كده.
ودي الاشياء البيسك اللي انت محتاج او الاشياء الاساسيه اللي انت محتاج تعملها اي رساله توصلك. لو فكرت فيهم الاجزاء او الوظائف دي هي يعني تكفيك انك تتعامل مع اي ايميل يصل الى الميل بوكس بتاعك. لو قارنا لو في نفس الوقت الايميل ما بيفرضش عليك رولز معينه في انك تبعت ايميل لمين وتبعتوش لمين. ففي جزء في تصميم البيزنس بروسيسز في كل نظام يجب واحنا بنعمله ان احنا نفكر هو الجزء اللي احنا بنعمله ده اقرب لكونه شيء مكتوب في الصخر زي ما بنقول لا يمكن تغيير فيه اطلاقا، لازم كذا بعدين يحصل كذا وكل الناس مجمعة على ده، ولا هو شيء يتطلب قدر من المرونة فنعم نضع فيه المعايير اللي تخليه يحقق الأهداف من الأوتوميشن، بس في نفس الوقت نسمح فيه بالمرونة والتغير المضطرد في الإجراء. طيب النظام هنتكلم نبتدي نتكلم حاجات التكنيكال. النظام الصحي يتكون من هذه المكونات الأساسية، نبتدي مثلا بالكلاينت تير. طبعا أكتر حاجة حضراتكم متوقعين هي الديسكتوبس أو الورك ستيشنز. طبعا دلوقتي متوقع الأجهزة اللوحية ومتوقع الأجهزة الهواتف الذكية، وكمان في حاجة اسمها الكمبيوتر أون ويلز أو بنسميها الكاوز، دي أجهزة متنقلة داخل المستشفى الناس بتستخدمها. بس طبعا باعتبار إن هي مكان صحي في اكتر من يعني خدمه ثانيه يعتبروا كلهم بالنسبه لنا كلاينتس بالنسبه للسيستم، زي مثلا البرينتنج سيرفيسز، مثلا زي اجهزه قراءه البطاقات الهويه الوطنيه، الاجهزه بتاعه التحاليل في المعامل، الانظمه بتاعه الاشعه، الاجهزه مراقبه العمليات الحيويه، كل دول يعتبروا كلاينتس. اول ده بالنسبه لنا هو ما يحدث خارج الداتا سنتر او السيرفر روم بالنسبه لنا. تاني حاجه، اول حاجه بندخل عليها كام ده طبعا يبقى فيه فاير وول، وبعده لود بالانس لو عندنا اكتر من انفايرمنت، وبعدين الويب تير اخرها هي الويب سيرفر اللي هو بيطور بالنسبه لنا البروكسي او ريفرس بروكسي، وبعدين اللاير اللي بعدها اللي هي بتدي يكون فيها بدايه ظهور ايبكس الابلكيشن سيرفر سواء كان توم كات او غيره، والباك سيستمز اللي هم بتوع الاشعه وخلافه. وفي حاجات تانية زي الانتجريشن سيرفيسز، لان البيئه الصحيه فيها تكامل كتير جدا مع انظمه امبيدد سيستمز ومع انظمه انترنت اوف ثينجز وقياسات كتير جدا، فلازم يكون في نوع معين من السوفت وير بيسمح لنا بالتكامل مع هذه الاجهزه. وكمان حاجه زي الكونسيرفيسز. عندي سؤال دكتور على حته التكامل، انا مش عارف لما بنيتوا النظام هل استخدمتوا نظم سير عمل او ورك فلو سيستمز خارجيه، ولا كان كله مبني بالايبكس؟ كله ايبكس. يس 100%. في اكتر من نموذج، اكتر من اداه يقدر المستخدمين يستخدموها، منها مثلا الفلوز اظن انه اناونس قريب ايبكس فلوز، ومنها فريم ورك قديم جدا اسمه بي ال سي كول ورك فلو. صحيح، وكلاهما متاحين وكلاهما يمكن استخدامه. قبل كم يوم تقريبا كان في احد الاشخاص على واحده من مواقع التواصل الاجتماعي وكان عنده شكوى، وعلى فكره شكوى ممكن تبين غريبه شويه لكن انا شخصيا كنت بشتكي منها. اول ما بديت اتعلم بالايبكس كان الشكوى تبعته انه الايبكس سهل زيادة عن اللزوم. يعني انا ممكن اسوي اشياء بسرعه، انا مش حاسس ان انا مبرمج، في مشكله بالنسبه له، وبالذات للناس اللي درست Object Oriented، للناس اللي جاية من الجافا من الدوت نت اللي اتعودت انها تكتب الكود. برأيك هل Apex جزء من هاي المشكلة ولا لا من خلال خبرتكم في بناء النظام؟ خلينا نوصف المشكلة ايه. وانا شفت على فكرة الحقيقة دي ان التيم بتاعي كلنا Polyglot، كلنا بنكتب لغات كتير غير PSQL وعندنا خبرات في حاجات تانية، فكل ما يجي تيم ممبر جديد يجوين التيم دي اول ملاحظه بيقولها انا حاسس ان انا يعني مقدار الكود اللي بكتبه بقى لي كتير جدا من زمان، انا شايف ان ده مش شيء كويس، ده شيء رائع. لانك لو احنا بنتكلمنا على الوقت اللي انت بتمضيه في كتابه كود، نرجع تاني للسلايد اللي كنا بنتكلم عليها، الكود اللي انا بكتبه دلوقتي ده له اهميه بالنسبه للبزنس ولا لا؟ لو انا بكتبه في تول اكس واي زد هتكتشف ان الكود اللي الناس متعوده تكتبه قسمين، قسم منهم configuration أساساً ولا علاقة له بالبزنس، وجزء منه علشان مثلاً الفريمورك
بيتطلب انك تعمل كل اللايرز دي بالشكل الفلاني. مثلا اوبجكت اورينتد، نقول مثلا دوت نت وجافا، خلينا نقول جافا عشان نعمل فيري سمبل 3 لاير ابلكيشن، فانت مضطر تعمل بزنس لاير بالاوبجكت سايد، وبعدين داتا ترانسفير لاير بالاوبجكت سايد، وبعدين بيرسيستنس لاير بالاوبجكت سايد، وكل الكلام ده وما زال انت لسه معتمد على الداتابيس. لو قارنا الكلام ده بايبكس، كل ده بيختفي. في دروس مستفاده، يعني فكره اللايرنج في حد ذاتها مش وحشه، بالعكس هي لها مزايا، بس وات از تو لاير، يعني هعمل لايرز عشان احقق ايه، وهل انا باخد من لاير للاير للاير لا لشيء الا ان الفريم ورك فرض عليا ده ولا ايه؟ النقطه المهمه الثانيه على فكره، الاوبجكت اورينتيشن كمايند سيت او كبارادايم رائع. والحقيقه ان ايبكس، وده خلاف الناس كتير، ويعني اظن ناس كتير ما جربتش الكلام ده، انما ايبكس الحقيقه انك تقدر تستخدم معاه اوبجكت فيتشرز بتاعه الاوراكل داتابيس. لما نوصل مثلا اليوز كيس فيها حسابات معقده، فميزه زي ميزه الانكابسوليشن من كاوبجكت اورينتيشن، الانكابسوليشن بتساعدنا جدا ان احنا نمانج الكومبلكس سيناريوز ونبروتكت الداتا انسايد ذا اوبجكتس زي التابلز. ففي طريقتين ان احنا من الكلام ده في دنيا الايبكس، طريقه باكجز، ان انا اعمل باكجز واشتغل بروسيجرال بس على مستوى باكجز، هنتكلم على البينك داتابيس كمان شويه. وفي طريقه تانية الا وهي ان انا اعمل اوبجكتس جوه الداتابيس واخبي كل الداتا داخل لوجيك من الاوبجكتس، وما اسمحش لاي يوزر انترفيس او اي جزء من البرنامج انه يتعامل مع البيانات الا من خلال الاوبجكتس المعرفه. وبالعكس انا عايز اقول ده بالنسبه لنا يعتبر بيست براكتس، سواء باكجز سواء اوبجكت اورينتد جوه الداتابيز من خلال ايبكس. بالظبط تمام. انا ممكن بس اضيف كمان شيء، اتفضل. هي بالظبط هذه الفكره وراء ايبكس، الفكره انك انت ما تكتب كود، لانه كل سطر كود بتكتبه هيكون كلفه انك تكتبه، كلفه انك تعمل له صيانه، كلفه انك تعمل له تطوير وتحديث، كلفه انه يمكن يكون في مشكله في الامان، فاحنا بناخذ كل هالاشياء منك. الايبكس من الادوات القليله اعتقد في الماركت او في السوق اللي بتسمح لك لو انت حابب انك تكتب كود معقد جدا بامكانك انك تعمله. احنا بنحاول قدر الامكان انه نبعدك من هذا الموضوع وانك تركز على فكره البزنس وتحل مشكله البزنس، لكن لو اضطريت زي ما قال الدكتور ممكن تكتب باكج، ممكن تنادي جافا كود، حتى ممكن تتعامل بالأريحية اللي بتريحك على حسب حاجتك، فقط عند الحاجة. هي هاي الفكرة، حاول قدر الإمكان أنك تستخدم ذكائك أنك توفر وقت قدر الإمكان بحيث أنه النظام يطلع بسرعة، يكون ثابت، يكون فعال، قابل للتطوير، قابل للتحديث، بميزات عالية من الأمان وبسرعة جدا رهيبة. لأنه الناس اللي كتبت محرك إيبكس على فكرة، ومنهم جولي، هدول من العباقرة في أوراكل. يعني انا اعتقد الاوفر هيد او الوقت اللي الايبكس كمحرك بياثر فيه على الداتابيس يكاد يكون لا يذكر، لان هم من الناس الاوائل والافضل في كتابه الكود في البي ال سي كود. فليش انت تتعب نفسك وليش تضيع وقتك في شيء انت مش محتاجه؟ لو احتجت ايبكس بيدعمك، بيسمح لك انك تكتب الكود، لكن حاول قدر الامكان انك تبتعد وتستخدم الميزات اللي موجوده من ايبكس. تفضل دكتور. ممتاز ممتاز. في طبعا نقاش مشهور على الكود يبقى احسن جوه الداتابيز ولا بره الداتابيز، وفي ناس كتير اتكلمت على فكره الترانزاكشن سيناريو واليونت اوف ورك وتعقيد بناء نظم معقده وطريقه بناء نظم معقده. فالخلاصه اللي انا عايز اوصلها للسائل بتاع او الشخص اللي بيستغرب من حجم الكود القليل اللي بيعمله، ان التاثير اللي مضمون اللي هيحصل لو انت استخدمت ايبكس لمده ممتده من الزمن، انك هتبتدي تبص على الفانكشنز البسيطه باعتبارها اشياء تريفيال، سهل جدا تحقيقها، لا تمثل بالنسبه لك تحدي. ووقتك اللي هتستثمره او الوقت اللي هتصرفه وانت بتعمل ديفلوبمنت هيكون على الأشياء اللي فعلاً هي معقدة بأي لغة وأي تكنولوجي. من خلال خبرتنا إحنا ما شفناش أي معوق لا في إيبكس ولا في البي إل سيكول إنه يحقق ده، بل ويتجاوز
الفريم وركس الاخرى لانه شغال قريب جدا من السيكول وقريب جدا من الداتابيس. في برزنتيشن مشهوره لاحد الناس بيتكلموا على الاوبتمايزيشن في اوراكل كان بيتكلم نسميه تاثير الصاله او البورش افكت، ان الابلكيشن اللي بيشتغل على ابلكيشن سيرفر زي جافا ولا دوت نت ولا علشان يعمل اجريجيشن فانكشن هو محتاج يروح يسال الداتابيز ياخد داتا ويرجعها. فالزياره رايح جاي من الابلكيشن سيرفر للداتابيز مكلفه جدا، في حين ان الاجريجيشن ده كله لو احنا كتبنا الكلام ده بالسيكوال بالتاكيد هيكون اسرع، واذا كنا بس بنطلع الريزلتس من الداتابيز للاند يوزر فبالتاكيد برضه هيكون اسرع. فارجع ثاني واقول ما شاء الله ايبكس ده سيكريت ويبن، ما بليف ان شاء الله هيساعد الحضور جميعا في ان هم يستفيدوا بيه. طيب احنا اكيد حضراتكم فاهمين ابلكيشن سيرفر بعض الداتابيزز او الانفورميشن تير. انفورميشن تير فيها اوراكل داتابيز اساسا، بس ممكن يكون في حاجات تانية طبعا. فيزيكلي ممكن كان يكون سيفد على زيت سان ستورج عشان بيرفورمانس. فايل سيرفرز احنا عندنا ستاتيك فايلز او ابلودد فايلز مثلا. احنا بنستخدم تول تانية زي الاستيك سيرش مثلا عشان عمليات البحث بس عشان ما نرهقش الداتابيز بالبحث على التكست، وده خصوصا ان هو شيء شائع جدا في دنيا الهيلث كير. وطبعا نتكلم مع انظمه ثانيه زي الاي بي اس الاي ار بي والانظمه الحكوميه والانظمه الخارجيه زي الاس ام اس جيت ويز وخلافه. طيب هنبتدي الدروس اللي احنا استفدناها من ايبكس. اول حاجه ودي شفتها كتير جدا 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 متكرره جدا جدا، في جمله مشهوره لاحد اواطره الديفلوبمنت اسمه الان كي بيقول software development is a pop culture. الناس بتبذل مجهود جدا ان هي تبدع قبل ما بتتعلم علشان بس هدف في الابداع. الحقيقه ان اوراكل داتابيز واوراكل ايبكس في قدر مهول مهول اكتر من 20 سنه من النضج وال بيرفورمانس والمواصفات والوظائف، اللي ساعات كتير جدا بكتشف الناس عملت حلول لحلول هي اشياء هي اوريدي محلوله وبشكل فائق الروعه في سواء في الداتابيز او في ايبكس. فاول حاجه انا حاطط مجموعه من الكيوردز لمين باكجز في اوراكل، فبص على الصوره دي وشوف هل انا اعرف او اعرف قد ايه من المصطلحات دي او الاختصارات دي. وقبل ما افكر ان انا اعمل فيتشر من الصفر الاول اروح اسال هي الفيتشر دي موجوده في الداتابيز، هل في طريقه ستاندرد ان اعملها وايه هي وازاي استخدمها، وعاده يكون نتيجه احسن مما نعملها بايدي، واركز مجهودي فقط على الفاليو بتاعه البيزنس. فده اول درس. ثاني درس حسابات الاداء. احنا بنتكلم على ان عايزين نحقق، خلينا نتكلم بشكل نظري، عايزين نعمل سيستم يتحقق به مليون هيت في اليوم. خلينا نقول الكلام ده يعني ازاي نوصل به حسابيا. فنبتدي بمليون هيت خلال اليوم، فلو قسمناها على الوحدات الزمنيه هنلاقي احنا عايزين نعمل 300 طلب في الدقيقه، 11 طلب لكل ثانيه، يعني تقريبا حوالي 90 ملي ثانيه لكل طلب. بس الحقيقه ان الرقم ده خادع، الرقم ده مش حقيقي. ليه؟ اكتر من سبب. اول حاجه المليون هيت يوميا ده ملوش يعني مش موزعين بانتظام، ده في اوقات ذروه. الذروه ممكن عاده بيكون توزيع منحنى جرس مقلوب، وبنشوف اوقات ذروه سواء يوميه واسبوعيه وشهريه وموسميه. فده بيضيف الى الاعباء المتوقعه. حتى لو كنا بنستهدف مليون هيت، فالمليون هيت دول خلال كل يوم هيبقى فيهم زياده من 50 ل 400% او 50 ل 200% خلال اوقات الذروه، ويجب ان احنا نعمل نظام بناء عليه، فده عبء زياده على النظام. والحقيقه الجراف اللي تحت ده حقيقي من السيستم بتاعنا، وتقريبا كل الانظمه الى حد كبير جدا هيبقى فيها نفس الباترن ده. في اوقات ذروه بيتضاعف فيها اللود على النظام، وده الفتره اللي بيحصل فيها كل المشاكل والناس بتبدا تشتكي فيها، وفي اوقات السيستم بيبقى تقريبا مش مستخدم. فالمليون دي الحقيقه ان هي لو احنا هنحسبها على اوقات الذروه هتبقى اعلى كتير من مليون، فحسبناها على اوقات الفراغ هتكون اقل كتير. في معيار تاني الا وهو نوعيه المحتوى، اللي هو باختصار يعني هل المحتوى ده ثابت او متغير. يعني مثلا تبصينا على صفحه ايبكس، صفحه ايبكس كصفحه فيها اشياء كتير جدا السيرفر بيبعتها للكلاينت. الاشياء دي هل هي ثابته متغيره؟ هل احنا بنتكلم على ريبورت الداتا بتاعته بتتغير،
احنا بنتكلم على ايمج موجود في شاشه اليوزر بس محتاج يشوفه عشان الشاشه يطلع شغاله مظبوط, او سي اس اس او جافا سكريبت فايل. نوعيه المحتوى دي بتفرق كتير جدا في استخدامنا للموارد. والموارد هنبتدي نتكلم على كلام سبيسيفيك. الموارد بالنسبه لاي نظام معلوماتي غالبا هما واحد من ثلاثه, سي بي يو بروسيسنج باور, سي بي يو ميموري, وستورج, ستورج ماتريكس اي اوبس, ونتورك سواء ليتنسي او باندويث. في دول مين اهم واحد بالنسبه لينا كديفلوبرز ايبكس؟ بالتاكيد هو سي بي يو, لان دلوقتي الستورج تقريبا قيمته او يعني تكلفته بسيطه جدا وسهل جدا ان احنا نزوده. النتورك الحقيقه ان يعني هوريكم كمان شويه سلايد, النتورك بالتاكيد لا تمثل عبء على النتوركس الحديثه استخداما ايا كان النظام. يعني احنا مثلا في اليوم تقريبا الترافيك اللي رايح جاي من السيرفر تقريبا 100 جيجا بايت بير داي, وده يعتبر رقم في ظل الانفراستراكشرز الحاليه والنتورك انفراستراكشر الحالي يعتبر رقم متواضع جدا. بس نوعيه المحتوى انا بحب افكر فيها كمعامل, يعني ايه احتماليه المحتوى اللي انا بديه لليوزر من السيستم ده انه يتغير. ففي حاجات بتتغير مره كل 20 سنه, وحاجات بتتغير مره كل دقيقه, وبالنسبه لليوزر ممكن تتغير كل ثانيه. فليه الكلام ده مهم؟ علشان اذا كان احتمال التغير قليل جدا او معامل التغير قليل جدا, فانا مصلحتي ومصلحه اليوزر ومصلحه السيستم ان انا اخرج المعالجه من الداتابيز, ابعدها عن الداتابيز واخليها على لاير ثانيه. نفس الكلام بالنسبه للستورج, نفس الكلام بالنسبه للنتورك. فباختصار السعه الكليه للنظام هي عباره عن الحقيقي ان احنا نستخدمه, الحقيقي ان احنا اليوزر فعلا محتاجه, مضاف عليه الهدر اللي احنا محتاجين ان احنا نقلله علشان نوصل لاوسع لاسرع اداء او اكثر سعه في البرنامج. فنوعيه المحتوى كمتغير لو احنا بنتكلم عليها ثبات وتغير, هتلاقي ان دي بالعكس شيء الكاشينج او الكومبريشن او الاوبتمايزيشنز بتقلل اللود على السيرفر. ف تقريبا من 50% الى رقم هوريه لكم حالا دلوقتي في مثال عملي, الى رقم اضعاف البرفورمانس, او يعني اضعاف المتطلبات من ناحيه السي بي يو او الستورج او النتورك. فمجموعهم مع بعض ده يمثل الكاباسيتي. فده اول, لو احنا بنحسب احنا عايزين نوصل مليون هيت في اليوم, لازم نحط في اعتبارنا الذروه, لازم نحط في اعتبارنا نوعيه المحتوى. تاني حاجه هي فكره ان انا قلت ان انا قسمت المليون هيت على وقت اليوم. الحقيقه الداتابيز ما بتشتغلش كده, الداتابيز بتشتغل very high level of concurrency بالذات اوراكل. اوراكل من اشهر الداتابيز انفايرمنتس اللي بتسمح بقدر كبير جدا من المالتي parallel processing, وحتى بالنسبه لليوزر واحد حتى في الثريد الواحد multiple processing, multiple threading, multiple executions. فالرقم ده يعتبر رقم مهم بالنسبه لليوزر, انما الحقيقه ان الكاباسيتي بتاعه النظام لو احنا بنعمله ايبكس او اوراكل داتابيس بيكون عندنا سماحيه ان الرقم يكون اكبر من كده ومحدش الحقيقه يشتكي. ف التو فاكتورز بكده هي فكره الكونكرنسي, ان الداتابيز بتسمح لنا بمعدل عالي جدا من الكونكرنسي. في نفس الوقت العكس تماما, لو عملنا لوكينج, لو السيستم لم يحمي نفسه من اللوكينج او ان الترانزاكشنز يوقفوا بعض, فده بغض النظر عن الكاباسيتي المتاحه, بغض النظر عن البروسيسنج المتاح, ده في حد ذاته هيؤثر سلبا على النظام. اظن ان في اسئله في سؤال, معلش نخلي لاخر الحلقه, مش مشكله, تفضل. انا دلوقتي هكلمكم نموذج عملي اللي هو اليوزر يهمه ايه. بالنسبه للي اتكلمنا عليه دلوقتي حالا, هنعمل ابسط مثال توضيحي. اللوجن سكرين بتاعه النظام, اللوجن سكرين بتاعه النظام تقريبا ستاتيك. ف اللوجن سكرين بتاعه النظام لو بصينا لها من الديفلوبر تولز هنشوف هذا المنظر. انا مهايلايت الجزئين دول.
اول حاجه لازم ناخدها ناخد بالنا منها الجراف ده والجراف ده وال الارقام الموجوده تحت. فده طبعا الووتر فول. لو ناخد بالنا ان لما اليوزر بعت ريكوست في وقت كبير جدا استهلك البراوزر ما يقدرش يطلب فيه غير حاجه واحده. اول ما الريكوست ده انتهى حصل ان اول ما الريكوست ده انتهى مره واحده البراوزر قدر يطلب مجموعه من الطلبات من السيرفر ووصلوا له بشكل متزامن. فاليوزر بيحس بايه؟ اليوزر بيحس بالوقت اللي السيرفر جهز فيه الريسبونس وابتدت يظهر الكونتنتس قدامه، فهو الوقت ده اللي احنا بنترجته. الحقيقه المعلومه الثانيه الترافيك اللي حصل ما بين السيرفر والكلاينت تقريبا قد ايه؟ ففي حاله السمبل لوجن سكرين اللي اتكلمنا عليها حصل 35 ريكوست مجموعهم 1.4 ميجا بايت. اجماليهم طبعا كريسورسز 1.10 ميجا بايت وخدوا وقت قد ايه. ف ده اول ريكوست والكاش كلير. بس اضفنا عليها فكره الكاش، تاثير الكاش على الريكوست. تاثير الكاش على الريكوست ده دي الارقام اللي قلناها حالا. تاثير الكاش على الريكوست بس الريكوست اللي بعده بعدها بثانيه من نفس اليوزر في نفس السيشن، تخيل عدد الريكوست نزل ل 19، الترافيك نزل 1/100 من الريكوستد ترافيك، النتورك نزلت على 1/1000 من ال amount of data that needed to be transferred. اجمالي عدد الريسورسز قل طبعا، والوقت المستغرق في الاكسكيوشن طبعا قل كتير. انا هجو وان ستيب فيردر وافوكس على واحد من الريكوستس. طبعا لازم نقول ايه ده؟ الحقيقه ان الريكوست بتحصل بين البراوزر وبين ايبكس. اول حاجه البراوزر بيطلب ال HTML، فده الوقت اللي ايبكس بيستغرقه انه يجهز ال HTML. اول ما HTML بتنزل عند اليوزر البراوزر بيعرف ان محتاجين CSS وجافا سكريبت وريسورسز وايمج جافا والى اخره. فالوقت اللي فعلا لازم يكون عيننا عليه هو الوقت بتاع الريكوست اللي بيؤدي الى الجنريشن بتاعه الصفحه. فانا عملت زوم ان على هذا الوقت، وفي معيارين مهمين جدا انا هركز عليهم سريعا، الا وهو TTFB او التايم تيل فيرست بايت. فعليا الريكوست خد وقت قد ايه على ما ابتدى السيرفر يبعت ريسبونس. فالحقيقه ان هنا احنا اوريدي في الاكزامبل بتاعنا حققنا التارجت، احنا بقينا اقل من 90 ملي سكند اوريدي، وبرضه في كونكرنسي فخدنا 70 ملي ثانيه. ايبكس احد مميزاته انه اتفضل يا اخ سليم. عندنا سؤال بس سريع، ايه الابلكيشن سيرفر بس تعيد اللي استخدمته؟ هنتكلم عليه حالا دلوقتي. احنا دلوقتي بنتكلم وجهه نظر اليوزر. اليوزر احنا شغالين ده براوزر ديفلوبر تولز، ف ده اي كروم او اي ويب كيت بيزد براوزر هيدينا نفس التفاصيل. هنتكلم على الابلكيشن سيرفر حالا دلوقتي. المهم ان التايم تو فيرست بايت ده مهم جدا، ان هو فعلا اليوزر بيحس بالتايم تو فيرست بايت. ولما نحب ان احنا نعرف صفحه بطيئه ليه، ده المعلومه اللي احنا محتاجين نبص عليها، ندور على ريكوست اللي اثر في اليوزر اكسبيرينس ونبص عليه هل ده بقى، ونكمل ايبكس. ايبكس مستو بقى انه هياخدنا من هذه النقطه ويدينا تفاصيل اكتر بكتير مما نتوقع. فانا دلوقتي عارف ان الصفحه خدت وقت من ساعه ما طلبت الصفحه لحد ما السيرفر رد عليا، خدت 70 ملي ثانيه. وخدت وقت تقريبا الكونتنتس حجم الصفحه حجم المحتوى تقريبا 2.5 ملي ثانيه. ايبكس بقى بياخد الوقت ده مجرد انيبل الديباج مود في الايبكس، بس ابعت في اليو ار ال هات نفس الريكوست اللي انا بعته دلوقتي حالا ده، ابعت عليه ديبج، اوتوماتيكلي ايبكس بيعمل بروفايلنج للصفحه، واوتوماتيكلي يقول لك اذا كان في شيء خارج عن المألوف بيستهلك وقت، وكل اكشن في اللوج اكشن في الرندرنج خدت وقت قد ايه في الاكسكيوشن. فبالنسبه لي ده يعني اول ما اشوف صفحه فيها مشكله او شاشه فيها مشكله فورا انيبل ديبج وابص اوتوماتيكلي ايبكس بيقول لي المشكلة ايه. علشان الشخص اللي سأل السؤال، احنا بنشتغل بكلاستر من توم كات، وهتكلم حالا دلوقتي على المعمارية السيستم اركيتكتشر سلايد قادمة ان شاء الله. قبل ما نتكلم اركيتكتشر، في جملة مشهورة جدا في الكمبيوتر ساينس بيقول لك
we can solve any problem by introducing an extra layer of interaction. أو يعني يمكننا حل أي مشكلة بإضافة مرحلة من اللا مباشرة. الشخص اللي ذكر هذه الثيرم المشهورة اسمه ديفيد جون ويلر، أحد الناس الأكاديميين القدماء أو العظماء في دنيا الكمبيوتر ساينس. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن أنا لما أقابل أي مشكلة في خلال مثلاً الأركيتكتشرز اللي بنتكلم، عادة بيكون الحل إن أنا ألاقي لاير أضيفها، سواء كانت لاير دي بتكلم على software يعني مثلاً application server يعني مثلاً web server، أو لاير أضيفها في الأركيتكتشر في الأبليكيشن ديفلوبمنت تحللي المشكلة. فعملياً السؤال اللي كان الأخ بيسأل عليه هو فكرة الريدندنسي في الانفراستراكشر. فده بالنسبة لنا إحنا يعتبر دلوقتي في تجربة في خبرتنا إحنا يعتبر زي ما نقول الستاندرد أو الأحسن ما يمكن وضعه في الريدندنسي بالنسبة للسيستم بتاعنا عشان نحقق أعلى أداء ونمنع الانقطاع السيستم بأكبر قدر ممكن. طبعاً الابليكيشن زي ما حضراتكم عارفين تقريبا اربع لايرز او اربع تيرز، اليوزر وبعدين الويب وبعدين الابلكيشن سيرفر وبعدين المعلومات او الداتابيز. فده اليوزر ودي الداتابيز احنا عارفينهم ومتاكدين منهم. ما بين اليوزر والداتابيز في البرودكشن انفايرمنتس لازم يكون في الدنيا ايبكس لازم يكون في على الاقل تو كومبوننتس. اول واحد احنا كلنا عارفينه هو الاو ار دي اس، واحنا بنستخدم توم كات. هنتكلم دلوقتي حالا عن High Availability or Redundancy، بس ORDS على Tomcat، وفي خبرتنا Tomcat رائع في الأكثر من سبب، إنه very lightweight خفيف جدا، والحقيقة إن ORDS stateless فما يهمكش أي features زيادة عن الستاندرد في الويب كونتينرز زي Tomcat. بالإضافة لإنه Tomcat هو reference implementation للستاندرد بتاعت الجافا سيرفلتس والجي اس بيز، فاللي موجود في توم كات يعتبر اكتر قدر من المعياريه في الستاندرد، فمشاكله بالنسبه لنا قليله جدا. طبعا في بدائل كتير، انما احنا في تجربتنا احنا محتاجناش حاجه غير توم كات. فالجزء الثاني انا وهو ان توم كات رائع، بس توم كات مش افضل شيء ان احنا نخدم بيه او نوفر بيه محتوى ثابت بالنسبه لليوزر. فاحنا بنستخدم اباتشي فوق توم كات. اباتشي بيشتغل لاكثر من هدف، واحد منهم انه يسيرف او يقدم المحتوى الثابت، وعامل تغير فيه قليل جدا. وده طبعا يعني الانترنت شغال اباتشي 60%، يمكن دلوقتي يمكن اقل شويه عشان في منافسين، 50% من الانترنت او 40% من الانترنت شغال باباتشي، فاحد الكومبوننتس القويه جدا. وبيشتغل ريفرس بروكسي عشان اليوزر ما يحسش ان احنا عندنا اكتر من سيرفيس في اللاير اللي في النص. فالترافيك كالمعتاد ما بين البراوزر للويب للابلكيشن سيرفر للداتابيس. طبعا البروتوكول ما بين الويب والتوم كات HTTP، في بديل لو احنا شغالين باباتشي اللي هو AGP. وبالنسبه لل ORDS والداتابيس هو JDBC. اول نوع اول مستوى من الريدندنسي هو ان يبقى عندنا اكتر من نسخه من المعذره من التوم كات وعليه او ار دي اس، كونفيجريشن واحده لكل الانستنس بتاعه او ار دي اس، بس اكتر من بروسيس على اكتر من بورت بالنسبه لتوم كات. واباتشي بيدينا ريفرس بروكسي فيتشر بحيث انه الترافيك اللي جاي من البراوزر يحصل له تحويل راوند روبن على اي واحد من هذه البروسيسز بتاعه توم كات. وطبعا البروسيس دي ممكن تكون شغاله على سيرفر واحد، كنت شغاله على اكتر من سيرفر، ممكن تكون على في امز، بحيث ان لو حصل اي مشكله سواء كان في داتا سنتر ولا في سيرفر ولا في بروسيس، فاحنا ما عندناش بوينت اوف فيلير، سهل جدا ان انا اقفل اي واحده من دول، اليوزر اصلا مش هياخد باله. ده كده انا بعتبره ده يعتبر المستوى الاول من البرودكشن ليفل سيستم اركيتكتشر. الحقيقه ان لو احنا عايزين نحقق فعلا مستوى عالي من الافيلابيليتي ففي لسه حاجه احسن من كده. انما قبل ما اتكلم على الحاجه دي انا عايز اقول على فكره ده كده لا يعتبر شيء معقد، لان احنا لازم عندنا داتابيز، لازم عندنا او ار دي اس، توم كات سهل جدا نعمل عليه انستليشن وكونفيجريشن او ار دي اس.
اباتشي سهل جدا الانستيشن والكونفيجريشن، وان شاء الله على اللينك اللي هحطه في اخر البرزنتيشن احط الاور كونفيجريشن ارقام بحيث ان حضراتكم تقدروا تستخدموها كرفرنس كنقطة بداية على الأقل. إنما النقطة الثانية إن أنا عايز أقول إن لو إحنا تخيلنا عدد الريكوستس اللي اليوزر بيبعتها للسيرفر مليون، فياريت نقدر نخدم أقل ما يمكن أكثر ما يمكن منهم على أقصر طريق ممكن. يعني لو أقدر أسيرف 50% منهم من الويب سيرفر ما بعتش الكلام ده للداتابيز وأحط عليها لود بلا داعي، أوفر وقت الداتابيز والريسورس للداتابيز للداتابيز فعلا محتاجينها فيه. ف ده الشورتست بوسيبل باث. طبعا الديبلويمنت دوكيومنتيشن بتاعت ايبكس بتتكلم على الديبلويمنت بتاعت الاستاتيك ريسورسز اللي بتيجي مع الايبكس فيرجن شغال بيه على الاستاتيك ريسورسز سواء كان اباتشي او توم كات اللي هو عاده الناس بتحطه الكونتكست روت اي اللي هو بيبقى فيه الايمجز. بس اي شيء انا محتاج ان انا اسيرفه ولا اتوقع انه يتغير او الداتابيز وجودها فيه غير مهم، فانا احسن لي ان انا اسيرفه دايركتلي من الويب. طيب المستوى الثاني او اللي بعتبره بقى لو بنتكلم فعلا هاي افيلابيليتي وعايزين فعلا نوصل للزيرو داون تايم، زيرو يعني 99.999 افيلابيليتي، ففي اباتشي في معاته سيرفيسز مشهورين. المشكله الوحيده انهم محتاجين لينكس انفايرمنت. التو سيرفيسز دول واحده اسمها اتش اي بروكسي والثانيه اسمها كيب الايف دي، ودول هم اللي بيعملوا الحاجه اللي انا بس حاطط اسمها بس حضراتكم تقدروا تدوروا عليها على الويب وهتلاقوا عليها كونتنتس كتير جدا. هدفي بس ان انا اعرفكم ان ده شيء موجود، فاللي هيدور انه يعمل اركيتكتشر بهذا الشكل يدور على الفي ار ار بي او الفيرتشوال ريدندنسي راوتينج بروتوكول او فيرتشوال راوتر ريدندنسي بروتوكول، اللي هو ببساطه ان لو السيرفر ده بالكامل او اي من كومبوننتس بتاعته حصل لها انهيار، فده بير تو بير اوتوماتيكلي النود الثانيه بتتيك اوفر واليوزر تقريبا ما بيحسش. فدلوقتي بقى عندنا ريدندنسي على مستوى الابلكيشن سيرفرز وار دي اس، عندنا ريدندنسي على مستوى الويب سيرفرز والاباتش. اخ سليم معايا؟ معاك. احنا تقريبا فاضل كم دقيقه؟ مش مشكله تكمل يا دكتور. ممتاز. الدرس الخامس فكرة التواصل المستقبلي كاستراتيجية جوهرية في التصميم. أنا على طول بقول للناس الconsistency goes a long way، يعني لما أكون أنا بسمي كل الباكيجز بطريقة متسقة، database design، modeling، الباكيج design، الكود، الconventions في الكود تكون متسقة، ده بيساعدنا جدا 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 على أننا ما نتعبش في المينتنس بتاع النظام. اتكلمنا شوية على فكرة layer design او الـ MVC او Model View Controller، وفي ناس كتير ما بتبصش لـ Apex على انه MVC compliant. الحقيقة Apex فيه الكلام ده لا يوصف عادة بنفس الطريقة، بس هو الحقيقة نقدر نأبلاي فيه الـ concepts بتاعت الـ Model View Controller من خلال الـ Apex، وده كديزاين pattern ناجح جدا. الجزء الثاني فكرة الـ Layers. فلو تخيلنا دلوقتي ان ده application او request واحد من الـ في صفحة من صفحة الـ Apex، فـ Apex UI request بيجينا سواء كان normal page submit او طلبنا صفحة for showing او حصل dynamic action. الكلام ده المفروض انه يوصل الاول لبزنس logic layer. البزنس logic layer دي عادة زي ما قلنا من شوية ممكن تكون packages، ممكن تكون object types في الـ database. هدفها الاساسي ان هي تتكلم او توفر خدمات بلغة business، يعني مثلا register new patient او create new invoice. ما يهمهاش قوي الاستراكشر بتاع الداتابيز ازاي او التابلز ازاي، هدفها ان هي تسنترلايز او تحط مكان مركزي فيه البيزنس لوجيك والبيزنس رولز. وبعدين طبعا سيم فرانسيس بيتكلم على التي بي اي، والكلام ده طبعا موجود في كل البروجرامينج لانجويجز، وطبعا ايبكس في جنريتور للتي بي اي اللي هي التابل اي بي ايز. Apex نفسه فيها نقدر نجنريت الـ Table APIs، QuickSQL فيه الـ Table APIs، في packages open source و third party كتير و tools، حتى SQL developer بيدينا access انها نجنريت APIs. الفكرة ببساطة ان بدل ما نكتب direct DML code
في البيزنس لاير او في الداتا اكسس، الكلام ده ممكن يبقى جنريتد وجنريتد باكيرسي عالي جدا وبسهوله جدا وبسرعه جدا، وحتى التعديل فيه يكون سريع. وبعدين نتكلم على الداتا سيتس التيبلز، والحاجه اللي انا عايز اتكلم عليها مهمه جدا ان التريجرز، انا مع الناس اللي بتقول ان التريجرز شر قد يم يعني نضطر له، بس يا ريت نبعد عنه قد ما نقدر واحنا بنكتب كومبلكس ابلكيشنز، لانها بتعقد جدا 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 تحليل المشاكل. فالحاجه اللي انا بعتبرها مقبوله في التريجرز ان انا استخدم التريجرز في حاله ان انا تشيك كونسيستنسي، يعني كومبلكس رولز لها علاقه بداتا فيلدز، ما ينفعش الداتا فيلد ده وده وده بهذه القيم مثلا. استخدمها في الاوديت، استخدمها في الديمينيماليزيشن عشان احقق بيرفورمانس اعلى، استخدمها ان انا مارك بيها ان الكاش اللي انا عاملها من الفايل ده هاز اكسباير. طبعا الكاش موضوع كبير جدا ما فيش وقت ان احنا نتكلم فيه دلوقتي، انما ده الاستخدام بالنسبه لي بالنسبه للتريجرز اللي مسموح فيه. اكتر من كده فهي خطورتها ومشاكلها اكتر من مزاياها. كل ده يمثل بالنسبه لنا موديول. احنا الموديول بالنسبه لنا يعتبر ايبكس ابلكيشن، لان الورك سبيس بتاعتنا فيها اكتر من 40 ابلكيشن حقيقه ايبكس ابلكيشن. ممكن افكر في الكلام ده كله كانه ريست موديول اكسبوز لحد اللاير بتاعه البيزنس لوجيك كريست. هنشوف دلوقتي حالا كداتابيز، ممكن نفكر فيه على انه ممكن يكون داتابيز او انستنس بي دي بي لوحدها، ممكن نفكر فيه بالنسبه لنا على انه هو كمان مايكرو سيرفيس. السيستم بتاعنا زي مثلا هوب اللي فيه 40 موديول، الحقيقه ان فيه موجود دول يعتبر موديولز، فاحنا كده افقيا بنتكلم على وحدات منفصله موديولز وسيرفيسز. السيستم بتاعنا يكرر في هذا الاستراكشر داخل كل موديول ويجمع على بعضه، وده يمثل النظام او السيستم. أظن النقطة دي واضحة، ولو فيها أي أسئلة أنا حاضر بإذن الله نجاوب عليها بعدين. ناقص لنا يعني مجموعة بسيطة من السلايدز، ألا وهي التصميم الناضج لبيانات وبرمجيات. الفيجوال موديلينج مهم جدا 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 في بناء النظام. الناس يعني على قد ما كويك سيكول رائع، إنما أنا على طول بذات الأنظمة المعقدة بذات لما نتكلم على عدد تيبلز يتجاوز الـ 600 تيبل، فلازم يكون عندنا visual representation ER diagram functional و physical علشان نقدر ان بعد شوية اي شخص يحب ان يبص على feature يبص على visual model. وطبعا حضراتكم عارفين الصورة المشهورة دي، ان لو نقدر نكتشف الاخطاء بطريقة visual او بطريقة بصرية قبل ما نوصل لاخر جزء في implementation، بالتأكيد ده شيء ايجابي. وياريت ما نستناش لما نعمل الموديل بطريقه فيجوال، سهل جدا ان احنا نكتشف اخطاء بدري، والاخطاء اللي نكتشفها متاخر بعد ما نكون عملنا انفستمنت في الامبلمنتيشن بتكون مكلفه جدا في هذا النظام. انا مؤمن جدا بفكره ان الموديل او الموديل دريفن اركيتكتشر هو الاساس. يعني اهم شيء بالنسبه لي في نجاح النظام، هل الموديل واللاير اوف لوجيك اللي حوالين الموديل دي سليمه تفي بكل متطلبات النظام قبل حتى ما نفكر في اليو اي ونفكر في الابلكيشن يوسجز. لازم يكون الموديل مناسب وكافي عشان نحقق اهداف الديفلوبمنت، ومنه بيطلع كل اللايرز الثانيه. فكود جنريشن ممكن يشتغل، البيزنس لايرز ممكن يشتغل، التواصل ما بين افراد الفريق على الموديل يكون احسن وافضل. طبعا الكلام ده واحنا بنعمل موديلنج اكيد في ستاتيك ديزاين في دايناميك ديزاين. انا بس بالنسبه للرولز الدرس المستفاد ان واحنا بنعمل موديلنج نبتدي بالثيرد نورمال فورم، ده اساس بالنسبه لي. ما ينفعش ان يكون عندي حاجه اقل من الثيرد نورمال فورم كبدايه، وبعدين انا ما لقيتش الترجمه سليمه للدي نورماليزيشن فسميتها لا تطبيع او دي نورماليزيشن، الا وهي ان انا بعد ما وصلت للتصميم الاوبتيمم ابتدي احط لاير من الكفاءه، او ان انا عارف ان استخدام البيانات دي خلاص تحقق منه الصحه، فابتدي احط منه عليه لاير الديمورماليزيشن عشان اعلي سعه النظام او اعلي كفاءته، بان انا استخدم حساب مجموعه مثلا معينه من البيانات مره واحده واحتفظ بيها بشكل تخزيني عن اني اضطر احسبها كل مره. مثلا الاسماء، الاسم الشخص الرسمي بيتكون من مكونات، مثلا كمثال بسيط يعني بيتكون من مكونات. فلو انا كل ما احتاج اعرض اسم الشخص بجمع مكونات الاسم، فانا كده باهدر
الريسورس اللي احنا قلنا اخطر ريسورس فيهم الا وهو سي بي يو. فلو انا عملت دينورماليزيشن عملت دينورماليزيشن للنيم مثلا كفيلد، حطيت الكومبوننت زي ما هي بتاعت الاسم، وبعدين حطيت اللوجيك اللي اول ما يتغير اي جزء من الاسم احسبه مره واحده بس وقت التغير، وبعدين مجرد ان انا لو حبيت اعرضه استرجعه، فانا وفرت السي بي يو سايكلز من ساعه ما عملت دينورماليزيشن الى طول عمر السيستم. صعب جدا ان اهدر سي بي يوز طالما بفكر بهذه الطريقه. بس النقطه ان احنا ما نبتديش الدينورماليزيشن واحنا ما خلصناش لسه البيسك موديل، نبتدي الاول في النورمال فورم بعدين نحط الدينورماليزيشن. طبعا اتكلمنا على الكاشنج والبري بروسيسنج وده ادينا عليه مثال حالا، انما الحقيقه ان هو برضو كونسبت معقده ونقدر نتكلم عليها لساعات، وبيحصل على مالتيبل ليفلز. ممكن نعمل كاشنج في الداتابيس، ممكن نعمل كاشنج على ريكويستس على مستوى الويب سيرفر، ممكن نعمل كاشنج ثرو في حاجه اسمها الباث ثرو كاشنج، ان انا بعمل الريكويست اللي رايح الداتابيس واكاش الريكويست على الفايل سيرفر واسيرفه من الفايل سيرفر مباشره. وطبعا شيء كفء جدا، بس لازم يكون في ما يضمن ان الداتا اللي انا هعرضها لليوزر ما تكونش ستيل او بيسموها يعني فاسده حصل تغيير عليها بدون ما الكاش حصل ريفرش. دايناميك ديزاين طبعا حضراتكم فاهمين وكلمنا عليه بالنسبه لللوجيك. اللي انا عايز اتكلم عليه دلوقتي في كونسبت شهيره جدا الا وهي البينك داتابيز او الثينك داتابيز او سمارت داتابيز، ودول كلهم كونسبت تقريبا متكافئه انما في بينهم بعض شويه اختلافات. الحقيقه ان اكثرهم شيوعا دلوقتي في الذكر هي البينك داتابيز. البينك داتابيز باختصار بتتكلم على ان المفروض ان الابلكيشن لوجيك عمره ما يتكلم مباشره مع التابلز، علشان نتاكد ان الداتا بتاعتنا سليمه طول الوقت احنا بنعمل سكيما للتابلز او الفيزيكال ستورج اوف داتا، ونعمل حواليها اللي هي الكلمه اللي هي من شويه اللي هي التي بي اي المسؤول عنها، ان هي بس مجرد بدء عشان ما نضطرش ان احنا نكتب دي ام ال سيكول في اللوجيك بتاعنا، وبعدين نحط حواليها اللاير بتاعه البيزنس لوجيك اللي هو بينادي بدوره التي بي ايز او الداتا اكسس لاير، يعني نحط البيزنس رولز، وهم دول الباكجز او الاوبجكتس اللي اسمح بيها بالتواصل من خلال سكيما تانية بنسميها الكونكت سكيما. طبعا لو حضراتكم دورتوا بس على فكره البينك داتابيز هتلاقوا فيديوز وهتلاقوا ارتكلز وهتلاقوا كلام كتير، بس في رايي الشخصي احد الاستراتيجيات الناجحه جدا في بناء نظم معقده هي فكره البينك داتابيز اللي هي التطور بتاعه الثينك دي بي او السمارت دي بي. اخر حاجه اخر درس وده هو الاخير، بس الحقيقه ان هو في وجهه نظري لو انا كلمت اخ سليم قبل كده قلت له لو في شيء مهم انا عايز كل الناس اللي تحضر البرزنتيشن النهارده تطلع بيه، فهو الدرس ده، الا وهو القياس المستمر والمراقبه الفعلة للنظام. يعني ساعات كتير جدا بنورث نظام حتى تاني عمل ديفلوبمنت او فانكشن جديده حتى تاني عمل لها ديفلوبمنت ونكتشف ان فيها مشاكل، فكون ان احنا نستمر ما شاء الله 6 سنوات وبقدر عالي جدا من الرضا بالنسبه للمستخدمين، لازم نكون عندنا استراتيجيه أنا وحضراتكم استراتيجية واضحة في المعالجة الوقتية لأي مشكلة تحصل. فالمراقبة الأداء ده شيء في منتهى الأهمية. إزاي بقى؟ أول حاجة في قواعد عامة، وأنا بأراقب نظام بشكل فعال لازم يكون عندي قواعد مهمة في الأداء اللي هستخدمها في المراقبة. أول حاجة في رول مشهورة أن أنت عمرك ما تتكلم عن تحسين شيء لا يمكنك قياسه. فأول شيء لازم نقدر نقيس الأداء بشكل موضوعي. تاني حاجة لازم نكون شفافين وموضوعيين، يعني ما ينفعش إن إحنا نعمل المونيتورينج بس عشان يبقى عندنا مونيتورينج، لازم نكون أمناء مع نفسنا ومع اليوزرز في تقدير وتقييم الأداء بتاع النظام والحكم عليه. المراقبة لازم تكون داخلية وخارجية، يعني من خلال جوه الداتا سنتر انا براقب البرفورمانس، وبره الداتا سنتر من ناحيه اليوزرز اللي فيه كل اللايرز بتاعه النتورك والفيزيكال بيلدينجز والاخر كل الاضافات اللي بتحصل على البرفورمانس لازم اعمل من خلالها مراقبه. فلازم يكون في مراقبه داخل الداتا سنتر وخارج الداتا سنتر من وجهه نظر اليوزر. المراقبه لازم تكون مستمره طول الوقت 24 ساعه في اليوم وبشكل منفصل عن النظام نفسه، لان ما ينفعش لو
لما النظام نفسه فيه مشكله فالمراقبه هتتوقف هي كمان، لازم تكون على نظام منفصل وكليه من البدايه للنهايه، براقب الداتابيز وبراقب الفرونت اند وبراقب كل اللايرز ان بتوين. اختيار الاداه المناسبه طبعا فيه ادوات كتير، لا داعي اكيد حضراتكم عارفين في تولز كتير وانا هذكر اكتر من واحده، بس لازم كمان نفهم ايه هي المعايير الاداء اللي احنا بنتكلم عليها، وان احنا نركز على معايير الاداء المهمه فعلا بالنسبه لليوزر. نتكلم على ايه هي الارقام الحرجه، يعني مثلا بالنسبه للديتابيز كم في الميه من الديتابيز يوتيلايزيشن يبقى فيه مشكله، ونبتدي نتحرك ونبتدي يكون دافع لينا ان احنا نحسن اداء النظام. ايه المؤشرات الحرجه اللي لازم بناء عليها نبتدي نتخذ اجراءات فوريه قبل ما اليوزر يبتدي يشتكي. واخر نقطه هي المراقبه بدايه، او النقطه الاخيره هي المراقبه بدايه وليس كرد فعل، مش لما يبقى عندنا مشكله بيرفورمانس نبتدي نراقب اداء النظام. جزء من بناء النظام ان انا احط التول المسؤول عن المراقبه. واخر حاجه ان المراقبه دي تكون بروكتيف، لما يكون في مشكله ما ينفعش ان انا ذات المراقبه تستناني ان انا اروح اشوف هو ذات المراقبه بتقول لي في مشكله دي. ذات المراقبه لازم تكون فعاله، تقول لي مباشره ان قبل ما يبتدي اليوزر يتاثر تقول لي في مشكله كذا بتحصل، تبعت لي ايميل، تبعت لي نوتيفيكيشن، بحيث ان انا ابتدي اتصرف قبل ما اليوزر يبتدي يشتكي. لازم يكون عندي خطه واضحه للمواجهه. دي سكرين شوتس من تول مجانية مشهورة جدا، بس بتقول لي قد ايه الاب تايم بتاعي 100% اللي كلمنا عليه في الاول. بتقول لي لو حصل انسيدنت، الانسيدنت كان لمدة قد ايه ومن وقت ايه لوقت ايه. مثلا هنا مثال حصل 99.79 بالنسبة لليوم اللي كان حصل فيه ريبورتنج، ما زلنا 99.79 ده في يوم من الايام، بالنسبة لاسبوع بيعتبر هيوصل الى اعلى من 99.95 على فكرة. والالرت الاكتيف الرتس بتقول لي، بتبعت لي رساله تقول لي على فكره الريسورس الفلاني اللي ممكن يكون على فكره ريدندنت وفي اكتر منه اكتر من نسخه، على فكره الريسورس ده حصل فيه مشكله، بحيث ان انا اتدخل فورا في المشكله دي. التول دي دي حاجه برضو من التولز المجانيه اللي موجوده. احنا اتكلمنا احنا عندنا اباتشي مثلا في الاركتكتشر اللي انا وصفته، فده واحد من المودولز اللي فورا إذا عملت له enable تقدر في أي وقت تقول له وريني بشكل حي بشكل واقعي real time إيه اللي بيحصل على السيرفر. فأكتر أكتر من حاجة، أولاً ده animation actually ده screen shots من اللي بيحصل، بيقول لك قد إيه عدد الثريدز، يعني مثلاً في حالتنا هنا عندنا 800 thread تقريباً، قد إيه منهم مستخدم، واللي مستخدم ده بيستخدم بكم طلب وفي أي وضع وفي أي حالة. ومن خلاله أنا بس عايز أوريكم فيجرز إن إحنا عندنا خلال مدة المراقبة اللي هي كانت 27 يوم كان عندنا 235 مليون هيت، يعني حوالي 9 مليون هيت في اليوم، 8.9 مليون هيت في اليوم. وبالنسبة ل 27 يوم دول حصل بشكل موضوعي أهو 2851 جيجا بايت أوف ترافيك. فلو قسمناهم هتلاقوا إنه في اليوم تقريبا حوالي جيجا بايت. فمجرد ان احنا بس فتحنا تول زي المود ستاتس في اباتشي بقى عندي يعني ثروه من المعلومات، اعرف ترافيك قد ايه، عدد الكونكرنسي، بشوف اذا كان في مشكله بوتل نيك على الويب سيرفر، اذا كان في الترافيك اقدر اقيمه بشكل موضوعي، اقدر اشوف الاب تايم، اقدر اشوف الكونتنتس سيرف قد ايه، عدد الريكوست في الثانيه قد ايه وخلافه. في تولز كتيرة مشهورة، في تول اسمها AB بتيجي مع Apache by default اسمها Apache Bench، بس هي بتستخدم كل حاجة نقدر نقيس بها أداء ونعمل بها stress testing. طبعا في تول محترمة جدا اسمها JMeter. Monitoring and Tuning زي ما اتكلمنا عليه ده شيء مهم جدا ولازم يحصل في كل الحالات. أنا هتحرك للنقطة اللي بعدها وبعدين يجي الأسئلة إن شاء الله. ودي شيء أنا شايفه برضو أحد الأشياء الرائعة في Apex وفي Oracle، مراقبة، احنا اتكلمنا عن مراقبة الفيرست لير اللي هي الأباتشي، مراقبة الداتابيز. يعني خلينا واضحين، البرفورمانس بوتلنكس والبرفورمانس بيرسبشن بتاع اليوزر اذا ما كانش في 90% فهو 99% من الحالات بيكون متاثر بالداتابيز ككريتيكال ريسورس. فمهم جدا جدا ان احنا نطبق نفس القواعد على الداتابيز. طبعا في حضراتكم ما اعرفش اذا كان نسبه قد ايه من الناس الحضور عارفين التول دي. التول دي تيجي مجانيه، والتول دي قديمه من قديم الازل، بتيجي مع الداتابيز مجانيا الانتربرايز اديشن اللي اسمها الاوراكل انتربرايز مانجر، وده البرفورمانس فيو. فده السيرفر التايب بتاعنا اللي هو 32 كورس،
ده بيك تايم، احنا بنتكلم كان ده الساعة 12 الظهر، فالبيك يوتيلايزيشن بتاعنا على الارقام اللي قلتلكم 10 مليون هيت في اليوم تقريبا، 10 مليون هيت منهم تقريبا 4 مليون هيت 4 5 مليون هيت بيروحوا الداتابيس. وخلال البيك تايم اللي احنا في عز ما فيه لود وعز الذروه في السيستم، بنتكلم على 8 كورز ار بينج يوزد، ربع السيرفر ككاباسيتي. كل ده عندنا ما يسمى بالهيد روم، لو حصل استثناء ضغط زياده على السيرفر فما زال عندي هذه الساعه قبل ما اليوزر يبتدي يحس بضغط. دي حاجه. تاني حاجه شيء برضو مهم جدا، ان احنا مش شايفين الوان غير اللون الاخضر تقريبا. هوريكم سكرين شوت كمان شويه ونتكلم على الالوان المختلفه، انما الجزء المهم ان احنا عندنا موفينج ويندو نقدر نحركه على التايم لاين اوتوماتيكلي. التول دي بتقول لي الجزء اللي انا شايفه ده بالنسبه للاكسكيوشن اعلى 10 ترانزاكشنز او اعلى 10 ستيتمنتس بيستهلكوه ايه هم، والاستهلاك حتى كلر كود في اخضر وفي ازرق وفي احمر، ودول كلهم لهم معاني. طبعا الوصف ده في حد ذاته سيشنز، واليوتيوب والدوكيومنتس مليانه وصف عن الاي اس اتش والاي دبليو ار، الاكتف سيشن هيستوري والاوتوماتيك ورك لود ريبوزيتوري اوراكل داتابيز. ولو انا عايز انصح حضراتكم بشيء اساسي وفي تقديري الشخصي حيوي لنجاح اي مشروع، ما تروحش برودكشن بالسيستم الا لما يكون عندك تول مكافئه للاوراكل انتربرايز مانجر، يا اما هو شخصيا اوراكل انتربرايز مانجر ايا كان الفيرجن، او تول مكافئه له. لانك لما يحصل عندك مشكله فورا هتقدر تفتح، زي ما هوريكم حالا دلوقتي نفتح الترانزاكشن فيه مشكله ونعرف مش بس انهي صفحه، انهي جزء في الصفحه اللي فيه مشكله. ده ميزه التكامل الراسي اللي كنا بنتكلم عليه، علشان كل دول من اوراكل، فاوراكل بتقول لك انهي جزء في الصفحه اللي بيستهلك هذا البرفورمانس. طبعا الاكسكيوشن بلان والويتنج اناليسز، اكيد حضراتكم عارفين الاكسكيوشن بلان والويت اناليسز، بس تاني ده بيساعدنا ان احنا نعرف الايشوز ايه. دي سكرين شوت ثانيه، انا اقدر اشوف البرفورمانس تاب، اشوف البروسيسز، واشوف بالنسبه لي 99% من الريكوستس يعني 99% من اليوزرز بيعدوا باي نوع من انواع اليوتيلايزيشن، بيشوفوا السيستم بشكل عامل ازاي، البرفورمانس بتاعه عامل ازاي. ده خلال المدة زي ما قلت لحضراتكم غالبا بيكون invertible بس مفلطح قوي، يعني دي مدة اللي يعتبر وقت الذروة، وعشان كده العدد الترانزاكشن اللي فيه عالي جدا. دي سكرين شوت من برضو الاوراكل انتربرايز مانجر. اي وقت انا اقدر اقول انا عايز اعرف المستهلك من الداتابيز ده، انا بدرل ان اخترت وقت من الاوقات وانا عايز اعرف ايه اللي مستهلك، ففورا بيقول لي مين اليوزرز. الحقيقه دي اسامي اليوزرز بتاعتنا، انا مخبيها علشان الكونفيدنشياليتي، بس دي اسامي اليوزرز عندنا، اسامي اليوزرز عندنا ارقام. ففورا بيقول لي ان اليوزر الفلاني بيستهلك هذا القدر من السي بي يو. الصوره ثانيه جميله الحقيقه، بيقول لي فورا بالنسبه للصوره الاولانيه، انا اسف، 75% كل الترانزاكشنز اللي بتحصل على الداتابيس، 25% من المستهلك في دول. فاليوزر ده، دي حاجات ترانزاكشنز ملهاش مش عارفه معروفه بيوزر، ان اليوزر ده مثلا بيستهلك 2%، فلو انا هاوبتمايز هركز الاول على 2% ده، واليوزر ده بيعمل ايه. فنظره ثانيه برضو اوراكل انتربرايز مانجر بيقول لي الكلام ده من وجهه نظر الابلكيشن، وده شيء انا في رايي الشخصي رائع. انا مجرد ببص هنا بشوف ان على فكره ده مش صفحة، مش application 3 ساعات ومش صفحة 5000، دي البروسس اللي اسمها before box اللي بتحصل دي اللي بتستهلك 18% من السي بي يو بتاعت السيستم. فلو انا حققت اي تحسين ولو طفيف في هذه البروسس، تخيلوا 18% دي تأثيرها يبقى ملحوظ بالنسبة لليوزرز كلهم، وهكذا وهكذا وهكذا. فبيقول لي مين اليوزر ومين الداتابيز ومين الترانزاكشن ومين جزء من الصفحة. فده كنا بنتكلم عليه من شويه، فكره التكامل الراسي. وطبعا الفيوز بتاعت انتربرايز مانجر كتير جدا، لو حصل فيه ابريشن، لو حصل فيه لود زياده، المتوسط قد ايه، وهكذا. احنا تقريبا ان شاء الله على وشك ان احنا نخلص. ف ده اكزامبل ان انا، طب انا عايز اشوف صفحه بعينها، موديول بعينه او ابلكيشن بعينه، وعايز اعرف الموديول ده اللي هو موديول ابلكيشن رقم 500، الصفحه الرقم 3000، ايه اللي بيستهلك المجهود ده او السي بي يو كله ده فيه.
اول ما اروح عليها يقول لي فورا على فكره البي بيفور بوكس بروسيس بتستهلك 92%. معظم المجهود اللي بيصرف او السي بي يو سايكلز بتصرف على هذه الصفحه بتروح في هذه البروسيس. لو رحت عملت لها اوبتمايزيشن اكيد الاداء هذه الصفحه واداء النظام ككل هيتحسن. اعذروني انا عايز اوريكم هذه السلايد. ده الحقيقه مش السيستم بتاعنا, ده سيستم تاني كان فيه مشاكل وكنا عايز اوريكم المنظر لو كان في حاله ان في مشكله في النظام. انا قلت لكم الالوان, الالوان دي مجرد ما نبتدي نستخدم تول, مجرد ما نشوفها يبتدي عندنا مباشره معلومات واضحه وسليمه عن النظام. فمثلا الازرق ده اي او, انا اول ما شفت الازرق انا اوتوماتيكلي من غير ما ابص وشكل يعني شكل مستمر الازرق كاستهلاك سي بي يو موجود, فانا اوتوماتيكلي كده عارف ان في مشكله اي او. الاستورج اللي السيستم ده شغال عليه فيه مشكله, لو حسنا الاستورج اوتوماتيكلي النظام هيتحسن. تاني حاجه الاحمر ده معناه ان في كونكرنسي ايشو. كونكرنسي ايشو يعني على فكره الناس الترانزاكشنز بيويتوا على بعض اكتر مما ينبغي. فلو عايزين نشوف الويت ده بيحصل منين, ناخد زي ما كنا هنعمل كمان شويه, ناخد شريحه من هذا الاستهلاك وهنعرف فورا الايشوز دي جايه منين. الجزء الاخضر الفاتح ده السي بي يو ويتس. السيرفر ده عليه حاجه تانية شغاله غير الداتابيز, الداتابيز هو الاخضر الغامق, عليه حاجه تانية شغاله بتستهلك سي بي يو. فلو انا مشكلتي, ولو تاخدوا بالكم في هنا خط احمر, خط احمر ده المفروض ان حدود اللايسنس. يعني اول ما بوصل الخط الاحمر المفروض ان الداتابيز ما تقدرش خلاص, السيستم مش قادر ياخد نفسه. فاول ما بقرب الخط الاحمر ده الكاباسيتي بتاع السيرفر قربت تنتهي. فاول حاجه اعملها فورا ان انا احل الاي او. تاني حاجه اول ما احل الاي او اوتوماتيكلي, انه اعتبر ان هو اعلى ليتنسي اصلا, اوتوماتيكلي الجزء الكونكرنسي ده هيخف, لان الجزء الكونكرنسي اللي معتمد على الاي او هيخف لوحده. تاني حاجة أشوف إيه اللي شغال على السيرفر ملوش علاقة بالداتابيز, كان ساعتها أبليكيشن سيرفر على فكرة, أحركه على ماشين تانية أوتوماتيكلي هلاقي الـ CPU utilization تحسن والـ performance تحسن. وزي بقول حضراتكم ده سكرين بتقول لي في مشكلة هنا, فورا أعرف فين الـ application إيه. لما يكون عندي حاجة شكلها غير مطمئن على السيرفر فورا أبص هنا أعرف مين الـ user من أنهي application. ده حد من الـ users كان شغال في الـ SQL commands بتاع ايبكس, ده الابلكيشن بتاع ايبكس. ايبكس نفسه حد كان عامل كويري مش منطقيه على السيرفر ده, فمباشره انا عرفت مين اليوزر وعرفت هو بيعمل ايه, واقدر بسهوله جدا امانج الايشو. واول ما مانج الايشو الدنيا رجعت للشكل الطبيعي. ده مثال عملي لفكره تحليل البيانات لو وضع حصل فيه مشكله. نختار اي وقت من الاوقات, ده السيرفر خلال الفتره اللي فاتت, نحرك بس التايم ويندو. مجرد ما بختار السيستم الانتربرايز مانجر فورا بيقول لي والله الجزء اللي انت اخترته ده دي الحاجات اللي كانت بترن فيه. انا خدت بالي ان في هنا جزء, في حته في جزء ازرق, يعني في اي او بروبلم هنا, فخليني ادرن فيها. رحت عملت هوفر بس على وقفت بس فوق السيكوال اي دي, قال لي الكويري هي دي. طب انا عايز اشوف الكويري دي وعايز احسنها ازاي؟ انتربرايز مانجر برضه, فدي الكويري. بس ان انا عملت كليك عليها خدني الكويري ده. طبعا الكويري انا احنا مخبيين المحتوى بتاعها الاساسي, انما فورا عرفت الكويري شكلها عامل ازاي. مش بس كده, الخطوه اللي بعدها اقدر انا اشوفها بشكل فورماتد واعرف ان هي حاجه نستد جوه حاجه. وبعدين بقى المهم, هو ده جزء مهم جدا, انا شايف الكوست بتاعت الكويري 100%. الكوست كفاليو 33000 يونت. دول تخيل كلهم لو مشينا كده اعلى كوست مباشرة عند النود دي الاكسبلين بلان بتاعت الكويري اللي احنا كنا لسه لينا شويه دلوقتي حالا. فالتيبل دي طبعا حضراتكم لو عارفين, او الاكشن دي بتعمل حاجه فيري باد على الداتابيز, بتعمل فول تيبل سكان. تيبل دي رهيبه, فيها اكثر من 5 مليون ريكورد, فان احنا نعمل فول تيبل سكان عليها بالتاكيد ده هياثر جدا على الاي او, بالتاكيد هياثر جدا على التوتال كوست بتاعت الكويري, وبالتأكيد هو ده اللي عمل لنا مشكلة IO في حالة كويري. أبسط حل للكلام ده هو إن إحنا create indexes. طبعاً Apex نفسه فيه advisors و enterprise manager فيه advisors, بقول لك والله من خلال التحليل اللي إحنا بنعمله automatically بنقول لك إن التيبل الفلانية ناقصها
اندكس. فوانس يو هاف ان اندكس من غير ما اغير اي شيء في الابلكيشن فورا البرفورمانس يتحسن. في بالنسبه للابلكيشن سيرفر ويب سيرفر احنا كده تقريبا خلصنا. بالنسبه للابلكيشن سيرفر ويب سيرفر في التول اللي بنستخدمها المونيتورنج بتدينا احصائيات معدلات الطلبات نسبه الـ الـ نسبه الخدمه الريسبونس تايم بتاعنا قد ايه. فهنا مثلا من 1 ل 2 ملي ثانيه ده الريسبونس تايم كويب سيرفر. العدد الطلبات ريكويستس بير مينيت الايام. بالنسبه للاوقات خلال مده شهر او حوالي 15 يوم بتاخدوا بالكم فيها اوقات بيكس زي ما كنا بنتكلم دي ريكويستس بير مينيت وهكذا. ده الدياجرام اللي شفناه من شويه. الافيلابيليتي بتاعتي كل الكلام ده على فكره التولز دي غالبا بتبقى فور فري وفي كتير جدا حاجات اوبن سورس حتى كوميرشال فريميوم يعني يو كان يوز ذا فري فيرجن تو جيت ذات كايند اوف او يعني توصل الى هذا القدر من التفاصيل بشكل فعال جدا وكفء جدا يحميك ويحمي اليوزر بتوعك من اي مشاكل غير متوقعه في النظام. انا بشكر جدا لحضراتكم لوقتكم. اسمحوا لي ان احنا يعني تجاوزنا الوقت المسموح به بس انا كان عندي محتوى كتير عايز اوصله لكم. اسمحوني اذا كنت اختزلت في التفاصيل. ده الايميل بتاع الشخصي يشرفني ان كنت اتواصل عليه وده السوشيال لينك بتاعتي هتديكوا اكسس للبلوج والتويتر والفيسبوك. واهلا وسهلا بحضراتكم تشرفوني يعني باي اسئله او اي تواصل. شكرا جزيلا دكتور. بصراحة يعني عرض تقديمي أكثر من رائع ولا يمل. ويعني فعلا حاسين لو السيشن كان أطول أو حتى كان يمكن لازم نعمله على أكثر من سيشن لكن كان ممتاز. وفي عندي بعض الأسئلة ممكن بشكل مختصر نجاوب عليها. نصائح حضرتك مثلا لتطوير نظام حكومي مصمم بالأوراكل فورمز 6i وأوراكل 11g وتحويله للأيبكس إمكانية إنشاء خادم خاص للمؤسسة، إمكانية التعاون مع الأجهزة الحديثة أعتقد هاي مريتوا فيها زي تطبيقات الموبايل أو التوقيع الإلكتروني، التعاون مع الفيديو مع المراجعين، الدفع الإلكتروني، المستندات والمسح الضوئي، التشفير، الويب سيرفيسز والربط مع المؤسسات بشكل مختصر جدا يعني. الكلام ده كله ايبكس قادر عليه وبامتياز وبكل الحاجات اللي احنا قلناها مدحن فيه. احنا النظام بتاعنا لحد ما يماثل ده بس في بزنس دومين مختلفه. فلو انا مسؤول عن نظام معمول الاوراكل فورمز مبدئيا كده اوراكل فورمز ممكن تستخدمها كفرونت اند بس والبزنس لوجيك كله بتاعك لو انت يعني مشيت مع البيست براكتسز. البزنس لوجيك كله بتاعك موجود جوه الداتابيز كبروسيجرز او كاوبجكتس والاوراكل فورمز بتستخدم هذه البروسيجرز او الباكجز عشان اليو اي. وساعتها انت حظك كويس جدا لانك هتقدر انك تستخدم غالبيه ما تم يعني انتاجه خلال كل السنين اللي السيستم ده كان شغال فيها لمجرد انك تبتدي تعمل ترانزيشن من موديول بموديول الى ايبكس. اختار كويك وينز وابتدي اعمل يوزر انترفيس جديد للبزنس باكجز اللي موجوده داخل الداتابيس. واذا ما كانتش موجوده فابتدي اعمل ما يسمى بالريفاكتورنج. ابتدي حرك الكود والبزنس لوجيك والداتا اكسس من الاوراكل فورمز ابلكيشنز للداتابيس وبعدين واستخدمه داخل اوراكل فورمز برضه. الريفاكتورنج حاجه لازم تكون شغاله وفي مكانها يعني ما نعملش كل التغيير في نفس الوقت. فناخد الكود المهم نطلعه بره الاوراكل فورمز نحطه في الداتابيس ولسه نستخدمه من الفورمز وبعدين نبتدي ندور على الكويك وينز ونعمل موديولز ابلكيشنز ايبكس ونستخدم نبتدي نبدل السيستم ده جزء بجزء. كل الحاجات اللي حضرتك ذكرتها السائل ذكرها فاليد واحنا عندنا منها نماذج كتير. وايبكس اولا لا قيود فيه تماما خليك مطمئن تماما لا قيود. سبب بسيط جدا ان ايبكس اوراكل ما بتعملش ويب براوزرز. البراوزر من فندر تاني خالص والبراوزر ما بيفهمش غير HTML. اي شيء انت شفته بيحصل في براوزر توقع انه يقدر يتعمل بايبكس. فما تفكرش ان هو ايبكس او حاجه تانية. ويب بيزد طالما انت شفته موجود في ويب بيزد ابلكيشن اوتوماتيكلي انت عارف انه ايبكس يقدر يعمل ان شاء الله بكفاءه اعلى من اي تول تاني. بالظبط. أنا في عندي برضو نصيحتين لنفس الموضوع. أول شيء تقرأ المقال اللي حطيت لك إياه في الشات أو في الدردشة.
10 اسباب ليش لازم تحول من اوراكل فورمز لايبكس، او ليش ايبكس يعتبر البيئه المثاليه لمطورين الاوراكل فورمز. مش لازم كل مره تحول، احيانا ممكن في بعض الحالات تخلي الفورمز زي ما هي، خصوصا لو الاصدار اللي عندك مدعومه وانت مرتاح فيها وما في اي مشاكل وما في اي متطلبات جديده، خليك. وممكن تبدا تطور الاشياء الجديده على ايبكس. هذا اولا. ثانيا، ايبكس اوراكل ايبكس وورلد موقع الكوميونتي عملته او مجتمع ايبكس اللي عمله، وهتلاقي فيه كتير بلجنز. يعني مثلا الشخص اللي تكلم عن الاي سيجنتشر او التوقيع الالكتروني، في بلجن اصلا جاهز، ما في داعي انك تطوره من الصفر، بامكانك انك تستخدم البلجن هذا، وفي اعتقد في منه خدمه مدفوعه. مهم جدا انك تتعلم ايبكس قدر الامكان عشان تشوف الخصائص اللي بتيجي من النظام بشكل تلقائي، فما تضطر تطورها. هذا من الاشياء الاساسيه. طبعا السؤال اللي بعد هيك من الاخ محمد، كيفية وضع الملفات التي لا تتغير في الويب؟ هل هي داخل الايبكس ستاتيك ابلكيشن فايلز؟ انت قلت انه ممكن تحطها بالويب سيرفر. تمام، سؤال مهم جدا. خلينا نتكلم ان بيتعدي في مرحلتين. المرحله الاولانيه لو احنا بنعمل مثلا بلجن او بستخدم بلجن وبستخدمه في ديزاينمنت، فان انا احطها كستاتيك ابلكيشنز جوه الويب ابلكيشن بتاعي، ده اسرع وسيله ان انا اعمل فيها تغييرات، واسرع وسيله ان انا احط البلجن واستخدمه. انما رول وانس روح من البرودكشن، فبالتاكيد بالتاكيد سواء كانت بلجن فايلز جافا سكريبت ولا اتش تي ولا سي اس اس ولا او محتوى مثلا زي صور مرضى او مراجعين او ملفات او دوكيومنتس، فبالتاكيد دي حاجه من الحاجات اللي انا اي وود جيت ات اوت اوف ذا ديتابيس، بحركها ورا الديتابيس، بحل مشكله الاي او، لا اهدر السي بي يو سايكلز في انها تعمل شيء فعليا ايبكس لا دور له فيه، مجرد اي او زياده على الداتا بيس سيرفر. وعاده بيكون الكوست بتاعه التكلفه الاستورج سيستمز على الداتا بيس سيرفرز او متطلباتها بتكون عاليه جدا، فالكلفه بتاعتها عاليه جدا، شيء غير مبرر ان استخدمه في ان انا استخدمه في ان انا احط فيه ستاتيك فايلز. ففورا احط الكلام ده على اول لاير. اقصر طريق زي ما قلنا، اقصر طريق هو الويب سيرفر شيرت فايل سيستم. و بالضبط، فهو حيكون عبارة عن فايل سيستم، عبارة عن دايركتوري أو ملف، وداخل الملفات هناك. وفي على الإنترنت هتلاقي لو بس كتبت how to deploy images on Oracle Apex and Apache هتلاقيها، يعني تلاقيها موجودة إن شاء الله. طيب في عندي السؤال اللي بعده هو بالإنجليزي بس هترجمه إن شاء الله. how do you manage end user feedback، آراء المستخدمين مثلا عن الانهانسمنت، التحسينات أو البق، الأخطاء الى اخره، بشكل عام كيف انتم تعاملتوا مع هالموضوع؟ تمام، احنا الاداره عندنا طبعا انت بتتكلم على سيستم بيشتغل في هذه المؤسسه. الاداره الحقيقه ان احنا 23 شخص، احنا كلنا ديفلوبرز 12، بقيه الاشخاص وظائف مختلفه، في بروجكت مانجرز، في كاستمر سبورت، في هيلب ديسك، في كول سنترز، كل الكلام ده في بروسيسز طبعا ملهاش علاقه بالابلكيشن كابلكيشن، انما هم تيم واحد، وظائف مختلفه متعاضده عشان يوصلوا السيستم لأعلى درجة من درجات الساتسفاكشن. تمام. شو هو محرك الطباعة اللي استخدمته؟ أوكي. طبعا في حاجات كتير الحقيقة. ان انا في بروجكت على SourceForge اسمه jpex.sourceforge.net. انا شهادتي فيه مجروحه وهعترف بالخطا. البروجكت ده الاوبن سورس بروجكت ده على سورس فورج، حقيقه ان هو من تطويري انا وبقاله 10 سنين موجود اونلاين، فحضراتكم تقدروا تداونلود تستخدموه. وان شاء الله باذن الله يعني بس الضغط يخف عليا هنزل منه فيرجن جديد واستخدمناه. هو طبعا جيبكس هو جافا اكستنشنز فور ايبكس. الحقيقه ان هو بريدج او وصله ما بين ايبكس وجاسبر ريبورتس. جاسبر ريبورت بالنسبه لنا تول رائعه وبنستخدمها على طول، ودي احد الاكزامبلز بتاعه الاكستنشن لايبكس لفيتشرز من حاجه ثانيه. التول موجوده، والشخص اللي سال لو محتاج اي مساعده انا حاضر، طب ما تواصل معايا وانا ليك. عندي سؤال طويل هختصر، اخذ بس الجزء الاول. هل يوجد لينك او رابط نقدر نشوف النظام كمستخدم نظامكم؟ ممكن اوريكم سكرين شوت سريعه. اسمح لي ثاني. معلش بس سريعة جدا، ويعني كان الهدف ان احنا من
طبعا عدد شاشات رهيب ما شاء الله. أنا بقول لحضرتك 4000 سكرين، فذير از نو واي أقدر أحطهم كلهم. بس دي نازك من الشغل. الناس اللي عندها إشكالية إنه إيبكس مش قادر أو إيبكس ما مش مناسب إنك تبني فيه نظام حيوي أو إنتربرايز، أعتقد الإجابة وصلت يعني. عايز أقول معلش الناس اللي تقول كده، الحقيقة مش بس إنه قادر، الحقيقة إنه أقدر من أي فريم ورك تاني. لا هي كومبلكستي يا جماعة، أنا فاهم الإشكالية دكتور. تفضل. أنا فاهم الإشكالية عند بعض الناس، هو لأنه سهل إنك تبني فيه تطبيقات بسرعة رهيبة. أحيانا تبني تطبيقات بسيطة وبيكون المفهوم إنه والله إيبكس مناسب للتطبيقات البسيطة، أنا بسرعة أعمل تطبيق. لكن مش معناه إنه أنت ممكن توقف هناك بس، لا، بإمكانك تبني نظام إدارة موارد كامل من الألف للياء. أنا بعرف في بعض الشركات استخدمت الإيبكس وعملت نظام إدارة موارد كامل، إدارة موارد مؤسسية كامل بالإيبكس. أنتوا نظام صحي حيوي مش نظام عادي يعني. فالموضوع أكيد يعني معروف. نعم تفضل إذا كان في عندك شيء. الله يخليك، بس هي الفكرة إن في نقطة أنا الناس برضه ما بتاخدش بالها منها، فكرة إن مقدار الضوضاء في الفريم ورك نسبة الضوضاء. يعني لما نفكر مثلا ان انا بعمل نفس الابلكيشن ده، معلش شاشه بسيطه جدا، جافا، هايبرنيت، جي اس اف، اي دي اف، ايا كان، وبعملها ايبكس. ف مثال بسيط جدا، وجود الفايلز في البرنامج ده ضوضاء. الحقيقه احنا مش محتاجين وجود فايلز في البرنامج. الكود اللي هنعمله علشان نوصل اللايرز دي ببعضها ضوضاء. فلما نكون بنوجه مجهود الناس وبشكل ديكلاراتيف تماما، يعني ايبكس سهل جدا ان انا اخد ديفلوبر عمره ما شاف الشاشه دي، عمره ما فعلها فانكشن، واقول له في مشكله كذا، سهل جدا انه يقدر يتريس من غير بقى يدخل في الضوضاء بتاعه الفريم ورك والتكنولوجي. سهل جدا انه يعرف الاكشن دي بتحصل بسبب كذا، وبناء عليه دي مشكله، فاقدر اتريسها على مستوى الداتابيز، اقدر احط بريك بوينت في البي ال سيكوال، واقدر ديباج واعرف المشكله ايه. فما فيش وقت أديباغ في إيبكس وأديباغ في PC وإن مفيش وقت. فده يبان إنه بس هدفه السهولة. الحقيقة إنه هو هدفه الأساسي مش السهولة، هدفه الأساسي التركيز على ما يهم اليوزر، أو ما يهم الهدف من البرنامج، ما يهم الهدف من النظام. فقيمة المجهود اللي أنت بتبذله بتتضاعف، تركيزك بيزيد على الأشياء المهمة بالنسبة لليوزر والأشياء المهمة بالنسبة لك كديفلوبر، مش إن الفايل اسمه غلط وإن أنا نسيت الإكستنشن وإن أنا حطيت الفايل مش عارف حد غير في التمبلتس والتمبلتس ما جاتنيش، كان ده كله بيختفي. فبالعكس بيساعدك تبني أنظمة أعقد بشكل أكبر وبشكل supported. يعني Apex، يعني Oracle عندها طريقة بتقولك تعمل مالتي موديول أبليكيشن إزاي. عندهم جزء من Apex الاوثنتيكيشن سكيمز، وعندهم اكتر من اوثنتيكيشن سكيم، انتجريشن مع ال LDAP سبورتد. لو عندك في سؤال اسال اوراكل، اوراكل هتقول لك، وهكذا وهكذا. تمام. كم سؤال باقيين ان شاء الله؟ سؤال اعتقد تمت الاجابه عليه، هو هل يتحمل النظام في Apex عدد كبير من المستخدمين يوميا دون تدخل من المطور؟ يعني اظن انت اليوم ورجيتنا نظام شغال بعدد لا بأس فيه من المستخدمين، 4000 تقريبا او 5000، 5000 يوزر مسجل، 2000 في نفس الوقت، و2000 دول شغالين 8 ساعات دوام بشكل طبعا متتابع، 8 ساعات دوام ما بيعملش حاجه على الكمبيوتر غير مستخدم النظام بالضبط. واحنا على فكره في اوراكل واحد من الانظمه الصحيه اللي بناها، في عندنا تيم متخصص بس لبناء انظمه صحيه باستخدام الاوراكل ايبكس. بنينا واحد من الأنظمة اللي اليوم موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، نتكلم عن يعني عن ملايين المستخدمين مش آلاف، فهو قادر وبقوة طبعا. المهم إنه يتطور صح. المهم إنك الحلقة اليوم كانت جدا رائعة بصراحة. الموضوع مش بس إيبكس، الموضوع فيه كمان المتابعة، المونيتورينج، الأركتكتشر، الهيكلية، كل هالأشياء
إذا أنت انتبهت من عليها من البداية المفروض طبعا النظام يتحمل بكل أريحية. سؤال ملوش علاقة صراحة بالأيبكس، نصائح حضرتك في عملية الميجريشن من قاعدة بيانات قديمة إلى حديثة، وخاصة إذا عدد السجلات بالملايين. يعني أنا أظن يمكن له علاقة أكثر بالداتابيس أوبريشنز، وتقدر تستخدم الـ DMP files الـ Oracle database اليوم في عندها هاي الخاصية، ما في مشكلة عندك بالملايين، عملناها أكثر من مرة، نعمل export لـ DMP file، نعمله import لـ database تانية عادي، ما في عندك أي إشكال إن شاء الله. طيب كيف الـ security تمت إدارتها؟ هل هي بالرول أو بالليفل، بالمستوى أو بالمسمى؟ طيب هما في معلومتين ضد بعض، فرق ما بين البريفرج وما بين الرول. في تقديري انا الشخصي، الطريقه اللي الاوثرايزيشن سكيمز معموله بيها في ايبكس عبقريه. ليه؟ لانها مش بس داتا، يعني انت الاوثرايزيشن سكيم بيديك الصلاحيه انك تدخل وتحط لوجيك، انا عايز الفانكشن دي تبقى متاحه لليوزر اللي اسمه كذا في الوقت الفلاني اخر الشهر خلال مش عارف الساعات الفلانية. لوجيك وتستخدمه وتعرفه مرة وتستخدمه as many times as you want وبلا أي نوع من أنواع الضوضاء. ستيل لسه بنتكلم مفيش ضوضاء تقريبا. ففي رأيي الشخصي الauthorization schemes فكرة عبقرية. الفكرة بقى أنه Apex برضو بيسبكش بس authorization schemes، Apex بيديك الفرصة أنك تعرف roles كمان، فتقول والله الرول الفلاني ده فيه مجموعة دي من authorizations عشان يبسط عليك فكرة أنك تضيفها ليوزر وغير يوزر. بالنسبة لسؤالك في حاجة مهمة برضو، اسمح لي أتاتش بيز عليها، دي كانت حاجة غريبة برضو لما يعني الناس اللي بتستخدم عاملة أنظمة اليوزرز كتير بتكتشف أن نسبة كبيرة جدا من المشاكل اللي بتكلهم أن اليوزرز نسيوا الباسورد. أنك عندك ستاف مسؤول على أنه يعمل لهم ريسيت الباسورد، فما تقدرش تديله أدمن اكاونت. الستاف اللي هيعمل لك مانجمنت الباسورد ما تقدرش تديله ادمن اكاونت. في نفس الوقت لا يصح انك تهدر مواردك انت الشخصيه في انك تسبورت فكره الباسورد ريسيت. فاحد الحاجات اللي احنا عملناها وفرقت معنا فرق جوهري هي فكره السيلف سيرفيس. ادخل على اللوجن سكرين اقول اي فورجت ماي باسورد، البروسيس المعتاده اللي حضراتكم عارفينها، والباسورد لينك تجيلي واعمل بيها ريسيت. ممتاز. وبرضه في مقال كتبه دوغ جالت زميلي من أوراكل أيبكس، how to utilize custom authentication and custom authorizations. مقال جدا رائع، حاول تقرأه إن شاء الله بيفيدكم. السؤال الأخير من الأخ جمال، بشكل مختصر كيف كنتوا تعملوا الأيبكس upgrade أو تطوير الأيبكس من نسخة أو من إصدار لإصدار أخرى بحيث إنه يكون ما في داون تايم أو يعني يكون قليل؟ ممتاز. الميجريشن في حد ذاته في طريقه موصوفه في ايبكس بالذات على النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها، لو هي ازاي نمينيمايز الداون تايم والابجريدز. ولو شفت الدوكيومنتيشن بتتكلم فعلا على انت هتعمل الميجريشن كل مره كل سنه. الحقيقه ان الاكسبكتد داون تايم اللي هو هيبقى بلاند اللي سهل جدا انك تتفادى تاثيره الضار على الاورجنايزيشن يقاس بدقائق، غالبا اقل من 5 دقائق. بيحصل ستيبس قبل ما تحتاج الداون تايم، بتجهز النيو سكيما وتجهز الميجريشنز ذات يو نيد، وبعدين تعمل سويتش اوفر اللي تحتاجه فعليا في الداون تايم تقريبا 5 دقائق. احنا الحقيقه ان احنا عملنا ميجريشن من سيرفر لسيرفر، من داتابيز لداتابيز، وكان الداون تايم تقريبا نوتيسبل. وده بروجكت اكبر بكتير من فكره ان احنا ميجريت ايبكس فيرجن تو ايبكس فيرجن. ستيل برضو انت مش لوحدك، انت بتتكلم على داتابيز اوراكل اللي هي تعتبر يمكن اقوى عناصر قوه ايبكس. ان اللي انت بتتكلم عليه ده مئات الالاف من الاشخاص عملوه قبلك، واوراكل عندها ريسيبيز وتوصيات واقتراحات عن ازاي تعمل ده باقل ما يمكن اذا ما كانش صفر داون تايم. فتاني واحدة من المميزات الأساسية في إيبكس. طبعاً، وأكيد هاي الخصائص أنت اللي رحت كمان على الحوسبة السحابية لأوراكل الموضوع كمان مختلف أكثر وأسهل، ويعني للناس اللي تقدر تروح على الحوسبة السحابية. دكتور محمد صراحة لا يمل، ويعني إحنا ممكن نضل بكرة نتكلم،
حاب أشكرك جزيل الشكر صراحة على الجهد الأكثر من رائع وعلى العرض التقديمي، يعني أنا مش عارف أقول يعني، بس ما شاء الله عليك رائع جدا. لكل متابعينا في إيبكس بالعربي، لو حابب أنك تكون ضيفي في الحلقة الجاي تفضل تخاطبني، لو عندك أي سؤال حاول جهدي أني أجاوبك إن شاء الله بإذن الله تعالى، الدكتور كمان حاول جهد أنه يجاوب. إحنا اليوم مجتمع أوراكل إيبكس فعليا هو البطل الحقيقي تاع المنتج. شكرا لكم لوقتكم، نشوفكم إن شاء الله بحلقات قادمة، وشكرا دكتور محمد على كل وقتك وعلى جهدك معنا. تشرفنا بيك وشرفنا تواصلكم إن شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة.